أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى السرطان. والنهاردة عندنا بإذن الله المحاضرة الأخيرة في الريسبيريشن، وهي خاصة بالفسيولوجي of high attitudes and under water diving. وكعادتنا بنحب نبتدي بالأسئلة على المحاضرة السابقة، وبرضو يعني يمكن في الأونة الأخيرة لاحظتوا أن أنا بحط لكم أسئلة choose one incorrect answer، والغرض من هذا النوع من الأسئلة أن يبقى كأن السؤال في ثلاث أسئلة صح واحدة غلط، يبقى كأنه ثلاث أسئلة actually، فبيبقى في يعني وقت أقل بنقدر نراجع حاجات أكثر. طيب نتوقع عن تدي choose one incorrect answer. In hypoxic hypoxia لو على الأكسجين ديشيشن كيرف الأرتيريال ريستينج فينوس بوينت الأرتيريال أند ريستينج فينوس بوينتس الاثنين ار بيلو نورمال. طبعا ما احنا قلنا في الهايبوكسيك هايبوكسيا كل حاجة الأكسجين تنشن والبرسنتج ساتوريشن أرتيريال وفينوس بيبقوا بيلو نورمال، كل حاجة بيلو نورمال، فدي صح. It's caused by arterial to venous shunt. دي الإجابة الخطأ، لأن هي it's caused by venous to arterial shunt، يعني العكس، مش arterial to venous، venous to arterial. Cyanosis may be present طبعا، وmay be لأنه مش كل هايبوكسيا هايبوكسيا معاها cyanosis. لازم نتخطى threshold اللي هو 5 grams reduced hemoglobin لكل 100 سنتي capillary blood. The ventilation perfusion ratio disturbance is the most common cause. دي إجابة صحيحة، وأحب الزملاء الأصغر سنا يعرفوها، لأن في ناس مش عارفة إيه أهم سبب الهيبوكسيا في العالم. أهم نوع الهيبوكسيك هيبوكسيا، أهم السبب لأهم نوع الventilation perfusion ratio disturbance. طيب السؤال الثاني، in anemic hypoxia the arterial PO2 is normal، pressure of oxygen normal صح، الارتيريال هيموجلوبين percentage saturation is normal صح، الارتيريال اكشن كونتنت is normal غلط، لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي قليلة وهي دي المهمة، كمية الاكشن اللي في الارتيريال بلد. فيبقى الاجابة هنا اللي تختارها الخطأ هي C. السؤال الثالث، in cyanide poisoning اللي هو بيدي الهيستوتوكسيك هايبوكسيا الارتيريال PO2 is normal، ايوة لان مفيش اي خلل عند اللانجز، خلل هناك الاكسيديتيف انزيمز في حاله بويزنج هيستوتوكسيك. الفينوس بي او 2 از اباف نورمال صح. الاكسجين ديشيشن كيرف ذا فينوس ريستينج بوينت از اباف نورمال طبعا از اباف نورمال، انما ذير سينوزز دي غلط، قلت في السينايد بويزنج ما فيش سينوز، ده العيان ما فيش احمر من كده، بيبقى ريديش هايبوكسي او ريد هايبوكسي. حتى قلت يعني ما تنخدعش في تشابه كلمتين سيانايد مع سانوس. نيجي لل كاربون مونوكسيد بويزنج. السؤال الرابع، respiration is stimulated؟ لا، respiration not stimulated، لان respiration بتبقى stimulated بنقص البريشر اوف اوكسجين، انما في الكربون مونوكسيد اللي ناقص مش البريشر اوكسجين، اوكسجين ان هيموجلوبين اللي هو ملوش اي علاقه بالبريشر، لان قلنا الغازات في الاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لها، اونلي جاسز ان فيزيكال فورم هم اللي عندهم تنشن. السكين از تشيري ريد صح. البيشنت از جيفن 95% اوكسجين و5% سي او 2 طبعا ستيميليت ريسبيريشن. الاوكسجين ديشن كيرف is shifted to the left صح. يبقى اللي غلط ان respiration is stimulated، هي respiration not stimulated، ايه هي الاجابة الخاطئة. regarding cyanosis it may improve while the hypoxia is getting worse. طبعا قلنا اي عين عنده hypoxia وcyanosis، وخدنا مثال hypoxic hypoxia وcyanosis، لو حصل له hemorrhage
السيانوزيس هتتحسن لانه هيقل عنده ريديوس هيموجلوبين، لكن الهايبوكسيا هتزيد لان هيقل عنده الاوكسي هيموجلوبين. فدي صحيحه. اوكيرز ان ذا اماونت اوف ريديوس هيموجلوبين اكتر من 5 جرام، اصحى معايا، لكل 100 مليليتر فينس بلاد، لا هي كل 100 مليليتر كابيلاري بلاد، يبقى بيها الخطا لانها كابيلاري مش فينس. is absent in anemic and histoxic hypoxia. قلنا الانيميك والهيستوكسيك ما عندهمش سينوس. الانيميك بيبقى لونه شاحب والهيستوكسيك بالعكس لونه ريد. وحتى في الانيميك هايبوكسيا لو سببها كاربون مونوكسيد بويزنج بيبقى ريد هايبوكسيا. is absent in some cases of stagnant hypoxia. طبعا لو الثريشولد بيلو نورمال بيبقى absent. يعني ممكن يبقى عندي ستاجنانت، مش كل حاله هايبوكسيك هايبوكسيا وستاجنانت هايبوكسيا لازم ابقى معاهم سينوز. لا، لو عندهم الاماونت اوف ريديوس هيموجلوبين اباف ثريشولد اللي هو 5 جرام ريديوس هيموجلوبين في كل 100 سنتي كابيلاري 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 بلاد، وعليه نمره 1 هيبقى الانسر بي فور بيبي، 2 سي فور كات، 3 دي فور دادي، 4 اي فور الفا، 5 بي فور بيبي. ده كان الجزء الاول يا اولاد اللي هو الاسئله. النهارده باذن الله عندنا المحاضره رقم 11 في الريسبريشن والاخيره، وزي ما بقول عنوانها لطيف قوي: سوف نحلق في الافاق ونغوص في الاعماق. يعني الفيسيولوجي اوف هاي التيتود اند اندر سي دايفنج. ودي يعني آخر محاضرة، وهي محاضرة مفروض أنها طريفة وفيها معلومات عامة جميلة. فنتوكل على الله يا أولاد. إحنا عندنا أول سؤال هو ضرة هذه المحاضرة. يعني إحنا عادة بيبقى ضرة المحاضرة في النص مثلا أو بعد شوية، إنما ده هو أهم سؤال، هو أول سؤال اللي هو الاكليماتيزيشن تو هاي التيتيود. ونحن نعلم ان المشكله في الهاي التيتيود هي كرونيك هايبوكسيا. كيف يتكيف الجسم مع الهاي التيتيود او مع الكرونيك هايبوكسيا؟ المشكله في الهاي التيتيود كرونيك هايبوكسيا. وكلنا يعلم ان لما بيودوا الفريق القومي لاي دوله يلعب في بلد فوق سطح البحر، زي مثلا في اثيوبيا فوق سطح البحر اللي عندها يعني المنبع بتاع النيل لانها عاليه، او في مكسيكو سيتي عاليه، فبيبعتوا الفرق القوميه اللي هتلعب هناك قبلها بكام اسبوع عشان يحصل لهم تكيف مع الهاي التيتيود. فده هو فكره الاكليماتيزيشن، يعني التكيف ذا هاي التيتيود. اللي هي المشكله ايه في الهاي التيتيود يا اولاد؟ قلنا كرونيك هايبوكسيا. أنا بحب عندي طريقة خاصة في دراسة هذا الموضوع، لأنه لو يعني تهنة مش هتعرف تلم كل البوينتس. فأنا بتصور إن أنا عندي سلسلة من 4 حلقات. الحلقة الأولى إن أنا عاوز في مشكلة إيه في الهاي اتيتيود؟ في مشكلة كرونيك هايبوكسي. فأول حاجة أنا عاوز أوفر أوكسجين، المادة الخام، عاوز أزود الأوكسجين لأن الأوكسجين ناقص، يبقى دي الحلقة الأولى. طيب وفرت الاوكسجين، الحلقه الثانيه عاوز انقلها للانسجه، يعني عاوز احسن جهاز النقل الترانسبورتيشن سيستم. طيب الحلقه الثالثه والرابعه راح الهيموجلوبين محمل بالاوكسجين، مطلوب عند الانسجه، مطلوب ان يحدث شيئان. ان زي ما بقول الانسجه تسيب، اسف، الهيموجلوبين يسيب الاوكسجين والانسجه تتلقى في الاكسجين، يبقى مطلوب ان احنا الهيموجلوبين يسيب الاكسجين والانسجه تتلقى في هذا الاكسجين. يبقى عشان ما انتهش حطينا 4 حلقات. يبقى الاول عاوز اوفر الاكسجين، في نقص اكسجين عاوز ازود الاكسجين، ودي اصعب حلقه على فكره. وبعدين تاني حاجه حسن جهاز النقل اللي هو اهمه، ان انا ازود الهيموجلوبين اللي هيشيل الاكسجين. وبعدين راح الهيموجلوبين محمل بالاكسجين، فمطلوب عند الانسجه ان الهيموجلوبين يسيب والانسجه تتلقف. دي حلقه ودي حلقه، هنشوف ازاي بتحصل الحكايه دي. فلاتس يا اولاد
ناخد اول حلقة عندنا وهي ان احنا عاوزين نزود الاكشن. اول ما بنطلع في الهاي اتيتيود فيرست اميديت يعني في الحال بيحصل حاجة اسمها primary هايبر فنتيليشن، ان بسبب نقص البريشر اوكشن في الهاي اتيتيود كلكم عارفين بيؤثر على مين؟ قولوها لي بقى، البريفرال ولا السنترال كيموريسبتور؟ نقص البريشر اوف اكسجين لا يؤثر سوى على البريفرال، لان قلنا السنترال بحرف السي لا تتاثر سوى بالسي او 2. يبقى نقص البريشر في الهاي التيتيود هياثر فقط على البريفرال كيموريسبتورز، فيحصل لي immediately first primary hyperventilation. زي ما البرايمري هايبرفنتليشن بيجيب اكسجين، لسوء الحظ بيريموف كربون دايكسايد، بيواش كربون دايكسايد، فبيقلل بريشر اوف كربون دايكسايد وبيحصل الكالوزيس، وده بينهيبيت الريسبريشن. يعني جيت اعمل هايبرفنتليشن عشان خاطر اخد اكسجين، ازود اكسجين، حصل واش في الكربون دايكسايد، نقص البريشر اوف كربون دايكسايد، حصل لي الكالوزيس، حصل انهيبيشن في الريسبريشن. يبقى على رأي المثل كأنك يا ابو زيد مغازيت، جيت تعمل هايبر فنتيليشن عشان تجيب اوكسجين، عملت ووش في الكربون دايكسايد ووقف الهايبر فنتيليشن. فلمدة 3 ل 4 ايام تحصل ظاهرة غريبة جدا لما الانسان يطلع في الهاي التيتيود، انه يتنفس شوية عشان يجيب اوكسجين، ينقص CO2 ويوقف شوية، يدخل في حاجة اسمها periodic breathing. بجيب اوكسجين، بوش الكربون دايكسايد، عامل انهيبيشن ريسبريشن، يتجمع الكربون دايكسايد، ينقص الاوكسجين، يستيميليت الريسبريشن تاني. تصور 3 ل 4 ايام ابقى في حاله periodic breathing. هيحصل ايه في 3 4 ايام دي؟ الكليه الكيدنيز الله يعني يعمر بيتها، تعمل عملية لطيفة جدا. طول عمرنا حضرتك وحضرتك والعبد الله الكلية بتإكسكريت أسيديك يورين، لأول مرة بوث كيدنز هتإكسكريت الكالاين يورين، لأنه في صوديوم بايكربونيت، مش حصل الكالوزيس، فهي عاوز تعالج الكالوزيس اللي حصل، إن أنا لما جيت أخد أوكشن عملت واش في الكربون دايكسايد حصل لي الكالوزيس، فهي بقى تخلصني من هذا الكالوزيس. فده سؤال مهم جدا تبقى عارفه في المالتيبل تشويس، امتى الانسان الكيدني بتاكسكريت الكالاين يورين؟ فقط في الهاي التيتيود، تنزل صوديوم بايكربونيت. لسه في حاجه تانية جميله جدا، والسنترال نيرفوس سيستم يعمل اكتيف بايكربونيت بامب، ينقص نسبة البايكربونيت عنده بمقدار 5 ملي اكويفالنت بير لتر، يعني يخلي الوسط في السيريبروسبينال فلويد لما خلص من الالكلي، خلص من البايكربونيت، رمى البايكربونيت بره، دفع فلوس اكتف بامب البايكربونيت وخفض نسبة البايكربونيت بنسبة 5 ملي اكويفالنت بير لتر، اصبح السنتر نيرفوس سيستم السيريبروسبينال فلويد مور اسيديك، فده يستيميليت السنترال كيمو ريسبتورز، لان احنا كنا قلنا ان السنترال كيمو ريسبتورز بتشتغل كهيدروجين ريسبتورز، كهيدروجين اكسبتور. يبقى البرايمري هايبرفنتيليشن زي ما جاب لي اكسجين عمل عيب خطير، عمل واش في الكربون دايكسايد، نقص البريشر في الكربون دايكسايد، حصل الكالوزيس، هذا الكالوزيس زود البي اتش بتاع السيروسبان فلويد، فحصل الدرايف اوف ريسبريشن اساسا بيحصل عن طريق السنترال كيمو ريسبتور. السنترال كيمو ريسبتور بتشتغل بالهيدروجين، هو بقى البي اتش اصبح مور الكالاين، زاد البي اتش بتاع سي اس اف، فوقف البرايمري هايبرفنتيليشن. قلنا بعد 2 تو 4 دايز، او في بعض الكتب 3 تو 4 دايز، مش فارقه، بيبتدي يحصل سكندري هايبرفنتيليشن بقى بسبب شيئين، ان بيحصل استيميليشن للريسبريشن 5 to 7 times بسبب حاجتين يا ولاد. واحد، ان الكلية تخلصت من الصوديوم بايكربونيت في اليورين، وقلنا الاول مرة هننزل الكالاين يورين. اتنين،
ان السنترال نيرفوس سيستم عمل اكتف بامب للبايكربونات، خفض البايكربونات في السيربروسبينال فلويد بنسبه 5 ملي اوكفيرم بر لتر، اصبح السيربروسبينال فلويد مور اسيديك، فده ادى فرصه اكتر لل stimulation of respiration اللي زادت كم مره بقى بعد يومين لاربع ايام، بتزيد 5 to 7 days times، بعد 2 to 4 days بتزيد 5 to 7 times. دي كانت الحلقه الاولى. الحلقه الثانيه بقى وفرنا الاوكسجين وشفنا المشكله. الاول عملنا برايمري هايبرفنتليشن بسبب الواش اوف كربون دايوكسيد، وقف لحد ما الكليه نزلت الكالين يورين والسيربروسبينال فلويد تخلص من بايكربونات، قدرنا نعمل سكند هايبرفنتليشن محترم، زود الفنتليشن 5 تو 7 تايمز، بس الكلام ده بياخد 2 تو 4 دايز. طب مين يشيل هذا الاوكسجين؟ الهيموجلوبين. طب ما احنا خدنا في البلد ان الهايبوكسيك هايبوكسيا دي اهم ستيمولس فور اريثروبويزيس عن طريق هرمون اسمه اريثروبويتين، كان بيطلع 85% منه من الكليه و15% من الليفر. وخد بالك سؤال لطيف في الشفوي، هل الكليه مهمه في الهاي التيتيود؟ ادي تاني اهميه للكليه في الهاي التيتيود، يعني حاجه كان عمرك ما تتصورها قبل ما تسمع الموضوع ده، ان الكيدنز النورمال كيدنز ار فيري فيري امبورتنت تو ليف ان هاي التيتيود. في اول حاله ان هم خلصونا من الالكاليس، نزلوا الكلاين يورين، وتاني حاله هي بتطلع 85% من الاريثروبويتين اللي هيزود الهيموجلوبين. فالهيموجلوبين هيزيد عند حضرتك من 16 جرام وعند حضرتك من 14 جرام الى تقريبا 20 جرام، يبقى نسبه معتبره، زاد بنسبه الثلث تقريبا. لو خدنا متوسط 15 زاد ل 20، يعني زاد بنسبه الثلث. وفي نقطه مهمه يا اولاد، الكاباسيتي في الهيموجلوبين احب اقولها لكم، لما يسالك سعه الهيموجلوبين كام، كل جرام بيشيل 1.3 سنتيمتر مكعب من الاكسجين، يبقى ال 15 جرام تضربهم في 1.3 يشيلوا 20 سنتي اكسجين، ده النورمال. طبعا لما زودوا ال 20 جرام يبقى احسب انت بقى، اضرب 20 في 1.3 تطلع تقريبا بدل ما يشيل 20 سنتي اكسجين يشيل 27 سنتي اكسجين. ما عليكش الارقام دي، بس عليك ان الهيموجلوبين بيشيل بيزيد الى 20 جرام، وعليك ان الهيموجلوبين الجرام بيشيل 1.3 سنتي اوكسجين. طيب ايفن الناس اللي عايشه في الهاي التيتيود بيبقى عندها بوليثايسيميا، بيبقى الباك سيل فوليوم اللي ماتكريت فالي عندهم 60%. طب زودنا الهيموجلوبين، عاوزين بقى الهيموجلوبين ده يمشي بسرعه اكتر ناحيه الانسجه، شوف الروعه، زاد الهارت ريت، حصل تاكي كارديا. طب ايه اللي زودها؟ نقص البريشر اوكسجين عن طريق البريفرال كيمو ريسبتورز، وعن طريق انه بيطلع ادرينالين، ودي الاهم ودي الاهم، بيعمل تاكي كارديا. فالتاكي كارديا دي هتزود الكاردياك اوتبوت 60%، بس الكلام ده هيحدث فقط لمده 2 ويكس، وهقول لك بعد شويه ليه. ليه فقط 2 ويكس؟ ده مش كده وبس، يبقى جهاز النقل زودنا الهيموجلوبين، دفعناه زقناه بسرعه، زودنا الكارديك اوتبوت بسبب زياده الهارت ريت، بسبب ان نقص البريشر اوف اوكسجين بيستيميليت البريفرال كيمو ريسبتورز والادرينالين، زود الهارت ريت والكارديك اوتبوت يساوي هارت ريت ستروك فوليوم، يبقى زاد الكارديك اوتبوت 60%، اسف زاد الكارديك اوتبوت فور 2 ويكس، اسف 60% دي على الباك سيل فوليوم. طيب نمره 3، عاوزين نزود عدد الكابيلاريز اللي رايحه تغذي الماسلز، سكيليتال ماسل وكارديك ماسل. من رائع الخلق والخالق ان الهيبوكسيا بتعمل استيميليشن لتصنيع نيو كابيلاريز، عمليه يسموها انجيو جينيسيس. جينيسيس يعني تخليق، جينيريت تعمل حاجه جديده، تكوين، وانجيو يعني اوعيه. طيب نيجي الحلقه الثالثه والرابعه، راح الهيموجلوبين محمل بالاكسجين الانسجه، مطلوب الحلقه الثالثه ان هذا الهيموجلوبين يسيب الاكسجين للانسجه، والحلقه الرابعه ان الانسجه تتلقف هذا الاكسجين. طيب مين اهم ماده لما بتتحد مع الهيموجلوبين بتخليه يسيب الاكسجين، بتقلل افينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين
اهم ماده بتعمل العمله دي هي الداي فوسفوجليسيت. طب ما هو في الهاي التيتيود المشاكل بتحل روحها. في الهاي التيتيود في كرونيك هايبوكسي، يبقى هضطر اكسر الجلوكوز بمعزل عن الاكسجين. طب ما تكسير الجلوكوز بمعزل عن الاكسجين، لان مفيش اكسجين في الهاي التيتيود، بينتج عنه الداي فوسفوجليسيت، ال 2 3 داي فوسفوجليسيت اللي هي اهم ماده لما بتتحد مع الهيموجلوبين بتغير شكل الهيموجلوبين مونيكل، تخليه يسيب اكسجين الانسجه اللي بتحتاج اكسجين، تتدور جوعا من نقص الاكسجين في الالتيتود. فالدي بي جي بتقلل هيموجلوبين افينيتي تو اكسجين. ممكن يجيبها لك بقى في الام اس كيو بكذا طريقه. ما هو لما نقلل افينيتي دي سميناها انلودنج، سميناها الكيرف الشيفت اللي الناحيه الحلوه تو ذا رايت، وقلت ديكريزد افينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين تعادل زياده البريشر البي 50. قلنا بي 50 اللي هو البريشر اللي عنده الهيموجلوبين يبقى 50% مشبع، اللي هو نورمال بيبقى فاكرينها براجع اللي فات 27 مليمتر مركوري. فالدي بي جي اتحدت مع الهيموجلوبين واجبرته انه يسيب الاكسجين للانسجه. طب المفروض الانسجه تاخد هذا الاكسجين، ده احنا قلنا كان في نوع من الهايبوكسي اساسا بسبب الانسجه مش عارفه تاخد، لان الانسجه عشان تاخد الاكسجين محتاجه اوكسيديتيف انزيمز، واحنا كلنا يعلم في الهيستولوجي ان الاوكسيديتيف انزيمز دي موجوده في الميتوكوندريا، وكلنا يعلم او بعضنا فقط ان الميتوكوندريا هي الاورجانيل الوحيد افتح ودنك اللي فيها دي ان ايه زي النيوكليس، وعشان كده كيبابل اوف ديفيجن. اوعى تنسى الدي ان ايه موجود في جسمك في حتتين بس، اديني مدرسك هيستولوجي، في النيوكليس وفي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا يسموه السكند جينيتك سيستم، وقلت ان اي دي فيجن يحتاج الى دي ان ايه. الميتوكوندريا فيها دي ان ايه، يبقى كيبابل اوف دي فيجن، يبقى ممكن الميتوكوندريا من واحده يبقوا اتنين، والاتنين يبقى اربعه، ونسمي العمليه دي سيلف ريبليكيتيف، يعني عمليه استنساخ. طب في الهايبوكسيا الميتوكوندريا بيحصل لها سيلف ريبليكيشن، بيزيد عددها وعليه يزيد الاوكسيديتيف انزيمز اللي تستطيع اقتناس هذا الاكسجين بتاع الهيموجلوبين عشان تعمل مور ادينوزين تراي فوسفيت. كانت هذه الحلقات الاربعه، بس في عيب انا عاوز اعقب تعقيبين هوامش، هقول حاجتين في الهوامش. واحد، ان الناس في الهاي التيتيود بيحصل لها بالمونري هايبرتنشن، دي مش ميزه دي عيب. ليه؟ لان نقص البريشر اوكسجين في الهاي التيتيود في البالمونري سيركوليشن بيؤدي الى فازو كونستريكشن، وده عكس اشوف مين هيفتكر في السيستميك سيركوليشن. في السيستميك سيركوليشن نقص البريشر اوكسجين يعمل فازو دايليتيشن، انما في البالمونري سيركوليشن بيعمل فازو كونستريكشن، وكنت قلتها في محاضره سابقه وفسرتها. ده العيب الوحيد اللي بيحصل بالمونري هايبرتنشن. طيب تاني حاجة بحب أقولها في الهامش، وبعدين أعمل مراجعة سريعة لهذا الموضوع. تفتكر لو ربنا خيرك قال لك إن إحنا يعني في حاجات هنبقيها وحاجات هنلغيها لك، تختار إيه اللي أنت ما نفسكش فيه؟ يعني أنت عشان تعمل أكلوماتيزيشن تو هاي التيتيود ربنا قال لك من حقك حاجتين نلغوهم لك، وتشتغل ببقيه الحاجات وهتبقى زي الفل زي الناس اللي عايشه هناك انهابيتنس في الهاي اتيتيود. تختار ايه؟ فكر كده فيهم. هل ادي الاربع حلقات، نزود الاوكشن، نزود الهيموجلوبين، نزود الدي بي جي، نزود الانزيمز، ايه الحاجات اللي ما انتش عاوزها عشان ما ضيعش وقتك؟ انا اختار بما يدل على انه وراء الخلق خالق. انا مضايقني حاجتين بس يا اولاد، انا حاسس حاجتين، حاسس الهايبر فنتيليشن، وحاسس ضربات قلبي في خفقان في القلب اللي هما زياده الهارت ريت. عشان كده زياده الهارت ريت وعليه الكاردياك اوتبوت بتقعد فقط فور 2 ويكس، دي مقلقه جدا، خفقان القلب. اما الهايبر فنتيليشن بتختفي هي كمان، بس it takes years for hyperventilation to disappear. يعني لو حضرتك رحت
استوطنت في اثيوبيا او في مكسيكو سيتي وبقيت خدت المواطنه هناك، المواطنون هناك ربنا عفاهم من شيئين، اللي هم بيضايقوا الانسان، اللي الانسان حاسسهم، انا حاسس النفس وحاسس ضربات القلب، وضربات القلب بتضايقني اكتر من النفس. فالهارت ريت والكاردياك اوتبوت بيبقى اسبوعين بس، الهايبر فنتليشن بعد ييرز بتختفي، والانسان بيشتغل بالحاجات التانيه فقط، اللي هي زياده الهيموجلوبين والانجيوجينيسيس وزياده الدي بي جي وزياده الميتوكوندريا، ودول مش حاسسهم، ما حدش حاسس الميتوكوندريا، ما حدش حاسس الدي بي جي، ما حدش حاسس الهيموجلوبين. شوف الروعه، فعلا الله يتصف بالرحمه، رحمن رحيم. فربنا قال لنا خلاص انت اول ما تيجي للهاي التيتيود هتشتغل بكل الاربع حلقات. طب لو هتعيش سنوات هناك في الهاي التيتيود هنلغي لك حاجتين اللي مضايقينك. ايه اللي مضايقك؟ نفسك والنبض. النبض هيضيع بعد اسبوعين، هيرجع تاني للنورمال ريت بعد اسبوعين. انما النفس it will take years for hyperventilation to return to normal. وعليه المواطنون، المواطنون اللي عايشين هناك مش حاسين باي مضايقه. They are acclimatizing to high altitude بدون اي مضايقه. شوف الروعه. تفتكر ايه اللي ضاع وايه اللي فضل؟ ده يثبت شيء واحد، يثبت شيئا واحد اسف، انه وراء الخلق قوه عاقله ورحيمه. ده كان ضره هذه المحاضره يا اولاد، اللي هي الاكليماتيزيشن تو هاي التيتيود. انا مش عاوز اقولها يعني تفصيليا، بس هقول النقاط الاساسيه فيها تاني. احسن طريقه عشان ما تتوهش تقسمها لاربع حلقات. اول حاجه، ايه المشكله في الهاي التيتيود؟ نقص الاكشن، يبقى علينا بزياده الاكشن. دي الحلقه الاولى. طب وهذا يحدث في مرحلتين، immediate primary hyperventilation وعيبها انها بتعمل الكالوزس، فبتخلي النفس يشتغل شويه والالكالوزس توقف النفس شويه، بندخل في periodic breathing. وبعدين انتقلنا الى السكند، هو secondary hyperventilation. ولا حل هذه المشكلة بعد يومين الأربعة، إنتاج مشترك ما بين الكلية والسيربرو سبان فيود. الكلية نزلت صوديوم بيكربونات الكلاين يورين، والسيربرو سبان فيود قذف بالبيكربونات للخارج، فخفض كمية البيكربونات في السيربرو سبان فيود ل 5 مليمتر ملي اكويفالنت بير لتر، فخلى السي اس اف مور اسيدك، فحصل استيبليشن ريسبريشن. وبالطريقة دي الريسبريشن بيبقى استيبليتد 5 to 7 times. Up to طبعا مش لازم حسب الهاي التيتيود. Up to 5 to 7 times. طيب الحلقة الثانية، طب وفرنا الأكسجين، عايزين نوصله الأنسجة، مين أكمل اللي بيشيل الأكسجين؟ الهيموجلوبين. الهايبوكسيك هايبوكسيا هي أهم حاجة بتعمل إريثروبويزيس عن طريق هرمون اسمه إريثروبيوتين. طب عايزين نزق هذا الهيموجلوبين، فالهارت ريت يزيد، وده بيزود الكاردك اوت، بس ان زياده الهارت دي حاجه بتضايقنا، فبتقعد جاست 2 ويكس. حتى شوف الفهم يخليك تفتكر ليه دي 2 ويكس بس، لان نبضات قلبك حاسسها، ده ما الهيموجلوبين لا. ونزود عدد الطرق اللي رايحه للماسلز، تصور الكابيلرز قادره على زياده عددها بعمليه اسمها انجيوجينيسيس، تخليق اوعيه. وصل الهيموجلوبين الكتير محمل باوكشن كتير للانسجه. مطلوب عند الانسجه ان احنا الهيموجلوبين يسيب الاوكسجين والانسجه تتلقفه. مين اهم ماده بتخلي الهيموجلوبين يسيب الاوكسجين؟ الداي فوسفوجليسرين كان من ضمن الاربع عوامل اللي واهمهم اللي بتشيفت الاوكسجين كيرف تو ذا رايت، الناحيه الحلوه، بتقلل الهيموجلوبين افينتي الاوكسجين فيسيبها الانسجه، بتعمل انلودنج واللي هي يعادلها زياده البي 50. طب وايه اللي زود الدي بي جي في الهاي التيتيود؟ انه اوريدي في الهاي التيتيود مفيش اوكسجين، فبنكسر الجلوكوز من غير اوكسجين بجلايكوليسيس فينتج دي بي جي. طب وازاي الانسجه هتاخد الاوكسجين؟ بالانزيمز اللي هي موجوده فين؟ الاوكسيديف انزيم في الميتوكوندريا. مش مصادفه ان الميتوكوندريا هي المكان الثاني والاخير في الجسم اللي فيه دي ان ايه، وبالتالي كيبابل اوف دي فيجن، وبالتالي سيلف ريبليكيتيف. فالميتوكوندريا الواحده يبقوا اثنين، والاثنين يبقوا اربعه، فالاوكسيديف انزيم تزيد. ايه الروعه دي؟
وقلنا ولا تنسى في الام اس كيو ان في مشكله بسبب الهيبوكسيا وهي البالمونري هايبرتنشن، لان الهيبوكسيا في البالمونري عكس السيستميك بتعمل فازو كونستريكشن. انت بقى بعيدها تاني لو عاوز عشان نمشي بخطوات اسرع. طيب ده حلقنا في الافاق، هيا بنا نغوص في الاعماق. increased barometric pressure، increased barometric pressure. بس نظبط الحكاية من بقول يعني شغال كل حاجة يا أولاد، مخرج ومصور وإضاءة وكل حاجة. يلا بس عشان نشوف بوضوح increased barometric pressure. تعال نشوف بقى مشكلة الناس اللي هي بتغطس في الأعماق. الأول ناخد شوية معلومات طريفة واعتبر ده هو عليك، لكن اعتبره من قبيل المعلومات العامة الطريفة، يعني بالإضافة لكونها معلومات علمية مهمة عليك فهي معلومات عامة طريفة. على سطح البحر يا أولاد أهو at sea level بيبقى كلنا معرضين لضغط مقداره 1 atmospheric pressure. اتفق إن ضغط الغلاف الجوي اعتبرناه 1 atmospheric pressure. طيب تحت هذا الضغط بتدوب الغازات في السوائل بتاع جسمنا وفي الأنسجة. طب مين أكتر غاز في الجو؟ النيتروجين حوالي 80%. فكلنا حضرتك وحضرتك والعبد الله دلوقتي قاعدين تقريبا عند السي ليفل معرضين لضغط 1 اتموسفيريك بريشر، فبيذوب في أجسادنا 1000 سنتي نيتروجين. تحفظ الرقم ده صم وسهل، عند 1 1000 سنتي نيتروجين معظمهم في الفاتي تيشو في الأنسجة الدهنية. طيب لو غطسنا على عمق 10 متر تحت سطح الماء، كل 10 متر في السولت ووتر يعني في البحر يعادل 1 اتموسفيريك. فلو انا على عمق 10 متر مش عاوز تلخبط تبقى يعني فكر، يبقى انا معرض لواحد اللي هو الضغط الجوي، واحد اللي هو بتاع ال 10 متر ميه، يبقى انا معرض ل 2 اتموسفيريك بريشر، وعليه اللي هيبقى زايب عندي 2000 سنتي نيتروجين. طيب لو نزلت اكتر على عمق 40 متر هيبقى معرض ال 40 متر ب 4 زائد الواحد ضغط جوي، هبقى معرض لضغط 5 اتموسفيريك بريشر، وهيبقى كميه النيتروجين المذابه عندي في هذه الحاله 5000 سنتي نيتروجين. وده يخليني في حاله ايفوريا، ضحك رهيب. وذكرها بطريقة سهلة، مش في حاجة اسمها الغاز الضحك، عارف مين الغاز الضحك؟ هو النيتروجين. وانا احكي لك قصة لطيفة. الناس اللي بتنزل تشتغل تحت المية بتعمل يعني ديجينج للتانلز، بتحفر تانلز تحت المية، فافرض هما هينزلوا على عمق، بس عاوز ارسمها لك، هينزلوا على عمق 50 متر خلاص اهو على عمق 40 متر، يبقى معرضين لضغط كام؟ قلنا الواحد اللي فوق اللي هو الضغط الجوي زائد 4، يبقى معرضين لضغط 5 اتموسفيريك بريشر. هما بقى بيبقوا حاطينهم في غواصات صغيره اسمها كيسون. كيسون يعني صندوق، كلمه كيسون. لازم الضغط في الصندوق يبقى 5 اتموسفيريك عشان اللي واقع عليه من فوق 5 اتموسفيريك، يبقى لازم الضغط اللي جوه يبقى 5 اتموسفيريك، والا الكيسون ده يكولابس. اهي هوريها لك الرسم. يبقى احنا قلنا يا اولاد ان الانسان عند سطح البحر معرض لواحد، لو نزل تحت 40 متر يبقى واحد، وال 40 متر كل 10 بواحد يبقى معرض لخمسة اتموسفيريك. فتقرر الناس دول ينزلوا على عمق، يشتغلوا على عمق 40 متر، هيبقوا معرضين لخمسة اتموسفيريك بريشر. لازم الضغط جوه الكيسون يبقى 5 وكمان، يبقى جوه قد بره، والا الكيسون ده يحصل له كولابس، زي بالظبط كده اما تمسك كان بتاع بيبسي فاضيه وتحطها في ايدك وتضغط عليها تتطبق في ايدك.
فهم لو هيشتغلوا على عمق 40 متر يبقى معرضين لضغط 5 اتموسفيريك. فاهم جت ازاي؟ واحد الجوي زائد كل 10 متر في ال 40 بواحد يبقى 1.4 يبقى 5، يبقى لازم الكسر يبقى الضغط فيه 5. ازاي؟ هبقى اقولها لك اهي. بيبقوا متصلين بواسطه خرطوم كده بسفينه موجوده فوق هي ظابطه لهم الضغط بالشكل ده 5 اتموسفيريك. يبقى الناس دي اللي على عمق 40 متر معرضه ل 5 اتموسفيريك، قلنا زي دايب عندها كام سنتي نيتروجين؟ 5000 سنتي نيتروجين، يموتوا على روحهم من الضحك. فطبعا ما فيش شغل لان النيتروجين هو الغاز الضاحك. طب افرض احتاجنا ننزلهم على عمق اكتر من 5 متر، لا تبقى المصيبه افدح. لان الموضوع ما بقاش ضحك بس، ده النيتروجين لما يزيد بقى عن 5000 هيدي حاجه اسمها نيتروجين ناركوزيس، يعني غيبوبه اهي. عارف الناركوتيك الحاجات اللي بتخدر ويحصل لهم سي ان اس ديبريشن في الصندوق ده. يبقى دي المشكله في النزول، دي المشكله في الكومبريشن لما يبقى فيه ضغط عالي. ان هذا النيتروجين لو وصل 5000 سنتي نيتروجين في جسمك هتضحك يوفوريا، اكتر من كده هيحصل لك ناركوزيس تخدير وسي ان اس ديبريشن. تم حل المشكله دي ولا بطريقه لطيفه قوي، ان استبدلوا الغاز اللي موجود داخل الصندوق، بدل ما هو فيه 80% نيتروجين و10% اوكسجين زي الضغط العادي. طبعا لازم يحتفظوا ب 20% اوكسجين ولا يموتوا، بس النيتروجين تم استبداله بالهيليوم. يبقى مشكله الكومبريشن انك لما بتنزل على عمق كبير فبتبقى معرض لضغط عالي ولازم يزودوا الضغط داخل الغواصه الصغيره اللي هي بنسميها كيسوم، تبقى حاجه زي الغواصات الصغيره تخلوها بره زي جوه عشان ما تطبقش. فانت اللي على عمق 40 متر معرض لضغط 5 اتموسفيريك يبقى جوه فيها 5، استبدلوا النيتروجين بغاز الهيليوم. فكل الكيسونز اللي في الدنيا اللي بتنزل تشتغل تحت في المحيطات بيبقى اللي موجود فيها 80% افتح ودنك هيليوم، عوضا عن افتح ودنك النيتروجين. الهيليوم ما يعملش لا يوفوريا لو قبل 40 متر ولا سي ان اس ديبريشن بعد 40 متر. بيعمل حاجه واحده بس، بيغير الصوت، ودي حاجه ما تهمناش. في فقره المعلومات العامه، مين المسؤول عن ابحاث المحيطات اللي بنتكلم عليها دلوقتي؟ عشان ما ضاعش وقتك، الاجابه ناسا، اللي هي بتاعه الفضاء، هي بتاعه الفضاء ناسا، هي اللي بتعمل ابحاث المحيطات. المشكله اعمق مش في النزول، قلنا في النزول ضحكت او حصل لك نيتروجين ناركوزيس وتخلصنا من هذا النيتروجين اللي بيضحك عند عمق 40 متر واكثر من 40 متر يعمل لك تخدير، استبدلناه بهيليوم. المشكله في الطلوع بقى، ايه المشكله؟ تعال نفكر فيها. ان حضرتك المشكله الاعمق هي ازاي هنطلع. يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي وانت على عمق 40 متر مذاب عندك 5000 سنتي، مش مهم نيتروجين، خليها هيليوم. لازم نطلع ببطء شديد، يعني لازم الاسند نطلعك تاني للمركب للسفينه اللي مستنياك فوق ببطء شديد، وفي اثناء عمليه الصعود يتم خفض الضغط تدريجيا ببطء شديد عشان تتخلص من هذا الهيليوم عن طريق اللانجز، يعني نطلع ببطء شديد. فالهيليوم ده يطلع عن طريق اللانجز. المصيبه لو حصل اكسيدنت تحت واضطرينا نعمل رابيد اسنت، يعني افرض مثلا في بلو ويل تحت ولا صخره ولا اتكسرت الكيسون دي الصندوق، اضطروا يرفعوهم بسرعه، يبقى نقلوهم من ضغط 5 اتموسفيريك لواحد اتموسفيريك العادي في السفينه بسرعه. طب ال 4000 سنتي نيتروجين الزياده فوق المفروض يبقوا فيه 1000، انا عندي تحت 5000، لو نقلوا لي من 5 اتموسفيريك لواحد اتموسفيريك اللي هو السفينه بسرعه يبقى في 4000 سنتي
هيليوم زياده ما لحقوش يطلعوا عن طريق اللانجز، يطلعوا في صوره ايه؟ صوره بابلز في الدم، فقاعات غاز في الدم ويشدوها. طالب قال لي ما عندكش طريقه سهله تفهمنا بيها القصه دي؟ قلت عندي كل حاجه شرح طفولي يا اولاد. عاوزك تتخيل زجاجه البيبسي كولا مش الكان عشان نبقى شايفينها، تمسك الازازه كده، كان نفسي يبقى في ازازه معايا. الغازه دي الازازه دي مذاب فيها غازات صح؟ تبص طول ما هي مقفوله مش شايف اي بابلز، مش شايف اي فقاعات في الازازه. ليه؟ لان الازازه مقفوله محتفظه بالضغط جوه عالي، طول ما عليها ضغط عالي جوه الغازات مذابه. تعالى بالخيال وكلنا نقدر نتخيل، انا معايا فتحه اهو ورحت فاتح الازازه بسرعه، يعني عملت ازاله سريعه للضغط، تلاقي كل الغاز اللي كان مذاب ده ظهر في صوره بابلز، والازازه حتى بتفور ونصها يقع بره. افتكر كنت زمان ما كانش في غير الازايز دي، وكان بيبيعوها الولاد كده، فلما الواحد يروح محطه مصر يسافر معاهم كده، الدنيا حر معاهم جرادل وفيها الازايز دي ومسقعينها حلوه قوي، اقول له اديني ازازه، الواد يتبارى كده يروح فتحها بسرعه قوي، فشال الضغط من الزجاجه، فظهر البابلز والازازه نصها فار وقع في الشارع، ويديني النص الثاني، يعني حاجه مسخره. المهم طول ما انت معرض لضغط عالي 5 اتموسفيرك، ال 5000 سنتي نيتروجين اللي هم استبدلناهم بهيليوم عشان ما يحصلش لا ايفوريا ولا ناركوزس، المشكله اتحلت بالهيليوم في النزول مذاب. لو انا اتحصل اكسن تحت وطلعوني لفوق بسرعه، ازالوا الضغط من 5 لـ1 بسرعه، طلعوني للسفينه بسرعه، كانهم شالوا الضغط من عليا، فكل الغازات المذابه في دمي دي هتظهر في صوره بابل، جسمي كله اتملى بابلز. عاوزك كده بالخيال تتخيل انك شايف الاوعيه الدمويه عندك، كل الاوعيه الدمويه دي اتملت بابلز، سدت الاوعيه، لان طبعا البابلز مرورها في الاوعيه صعب جدا، دي مش حاجه ده بتقفل الاوعيه وهتنتهي بمصيبه. عشان كده سموا المرض ده ايه بقى؟ decompression sickness، مرض اللي ناتج من decompression، والمقصود افتح ودنك، rapid decompression، او سموها لانها بتصيب الناس اللي موجوده في الغواصات الصغيره اللي هي الكيسون، سموها كيسون ديزيز. انا شفت مره عليها فيلم في الديسكفري شانل، تمام؟ فيبقى يحصل، تعال نشوف بقى لما البابلز دي هيحصل 4 مصايب. البابلز دي في اوعيه المخ تعمل لي باراليسيز وكونفالشنز، تشنجات، شلل وتشنجات. طيب في الرئه البابلز في البلمونري فيسلز تعمل ايه؟ ديسنيا، نهجان وشوكينج، اختناق. طب البابلز دي في الكورونري فيسلز هتسد الكورونري، يبقى الهارت مش رايح له دم، يحصل مايكارديا انفاركشن، حته في القلب بموت. طب البابلز دي في الاوعيه اللي رايحه للجوينتس تدي سيفير بين. يبقى ده مرض مهم جدا اسمه decompression sickness او كيسون ديزيز. سببه ايه بقى؟ rapid ascent، والمعنى rapid decompression، عشان كده سموه decompression، انك نقلت شخص من ضغط عالي لضغط قليل بسرعه، فملحقش الغازات اللي زياده تطلع عن طريق اللانجز، فظهرت في صوره بابلز في البلاد فيسلز فقفلتها، تقفل السيريبرال باراليسيس وكونفالشنز، اللانجز ديسنيا وتشوكينج، اختناق، الكورونري انفاكشن، الجوينت فيسلز سيفير بين. طب ايه العلاج؟ انا اقول لك ايه العلاج. هم على فكره مستعدين لهذا الموقف، يعني لما بيبقوا الناس في الكيسون تحت على عمق 40 متر، افتكر معايا، يبقوا معرضين لضغط كام؟ واحد قال لي معرضين لضغط 5 اتموسفيرك، مذاب عندهم كام؟ 5000، حاطين في السفينه فوق مجهزين اوضه فيها ضغط 5، السفينه جاهزه فوق اهي، عشان لو اضطرينا ننقلهم بسرعه ندخلهم تاني في الاوضه دي اللي الضغط فيها 5، يعني نعمل لهم، اسمع كويس، برومبت ريكومبريشن. برومبت احسن من كلمه ايميديت، برومبت يعني بسرعه شديده،
نعرضهم لنفس الضغط تاني، فالغازات تدوب 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 تاني في السوائل بتاع جسمهم. فولود باي في الغرفه دي، فولود باي سلو جراديوال سلو جراديوال ري سلو جراديوال دي كومبريشن عشان يتخلص من الغازات دي من المسار الطبيعي وهو اللانجز. دي مشكله الدي كومبريشن سيكنس. يبقى لما بننزل في المحيطات قلنا نلخصها بقى، الناس اللي بتعمل بتدج اندر ووتر لو نزلت على عمق، قول انت معايا، انا دلوقتي انا وحضرتك معرضين ضغط واحد اتموسفيريك، واحد مذاب عندنا كام؟ يلا قول معايا الارقام راجعها. 1000. لو نزلنا على عمق 40 متر يبقى معرضين ضغط كام؟ كل 10 ب4 زائد 1 ضغط جوي يبقى 5. فلازم الكيس اللي احنا فيه ادم عليه ضغط 5 يبقى الضغط جواه 5 والا يتطبق. يبقى مذاب عندنا كام دلوقتي؟ 5000 نيتروجين. قلنا 5000 يضحكوك، لو نزلت على عمق اكتر يعملوا لك ناركوزس، يبقى الاول ايفوريا وبعدين تبقى ناركوزس. تمام؟ طيب المشكلة دي حلوها ببساطة شديدة، الكيسون بدل ما فيه 20% اوكسجين ودي اساسية و80% نيتروجين، بقى 20% اوكسجين 20% اوكسجين و80% هيليوم. بس الطلوع ما تحلتش المشكلة، لازم يطلعوني very slowly gradual slow، وفي نفس الوقت يقلل الضغط gradual slow. فالاكسس هيليوم ده يطلع عن طريق مين يا ولاد؟ يطلع عن طريق اللانجز. لو عملولي rapid decompression حصل اكسيدنت تحت واضطروا يسحبونا بسرعه، يبقى ازالوا الضغط من 5 ل 1 بسرعه، زي بالظبط ازازه البيبسي كولا اللي فتحتها بسرعه، كل الغازات المذابه دي تظهر في صوره بابلز. بابلز تخيل انت ازاز الكوكا كولا دلوقتي، كل الفيسلز عندك في صوره بابلز. تقفل السيريبرال كونفالشنز باراليسيس، تقفل اللانجز ديسنيا وتشوكينج، تقفل الكرونري انفاركشن، تقفل الجوينت فيسلز سيفير بين، وطبعا بيموت الشخص ممكن. طب ايه يبقى ما هو سبب المرض؟ رابيد ديكومبريشن، عشان كده سموه ايه؟ افتحوا ودن ديكومبريشن سيكنس، او الاسم الثاني المرض الخاص بالصناديق الصغيره اللي هي العصات الصغيره اللي هي الكيسون ديزيز. طب ايه العلاج؟ برومبت ديكومبريشن، نعرضهم في اوضه ثاني لضغط عالي جدا نفس الضغط اللي كانوا فيه فالغازات كلها تدوب. فولوب باي سلو جراديوال سلو جراديوال decompression عشان يتخلص منها عن طريق اللانجز. وقلت ان اللي بيعمل ابحاث المحيطات هم نفس ابحاث الفضاء اللي هي ناسا. طيب انما يحدث في الاعماق يمكن ان يحدث في الافاق. يعني ايه؟ لو حضرتك رحت مطار، عندنا مطار امبابه، وركبت طياره اللي هي مفتحه مش مقفوله، امبريشرايز ضغط مش مظبوط فيها، اللي هو بيشدوها كده بسلك وفجاه يسيبوا الخطاف وتروح طالع بسرعه. اهم حاجه بيعلموها لك ايه وانت بتتمرن في مطار امبابه، اللي هو الناس اللي رايحه تتمرن على الطيران كده يعني هوبي هوايه، انك انت لما نسيب الخطاف اوعى تعمل رابيد اسنت. لو خد بالك الطيران مفتح، لانك لو عملت رابيد اسنت اتنقلت من ضغط عالي واحد اتموسفيريك عند الارض لضغط وليكن نص فوق، من ضغط واحد لفوق طلعت بسرعه النص، يبقى في 500 سنتي زياده نيتروجين ما لحقتش تطلعهم عن طريق اللانجز. الازاله السريعه للضغط من واحد عند مستوى البحر ولما طلعت الطاله النص فوق، ال 500 زياده دول هيطلعوا في صوره بابلز ويحصل لك هذا المرض. فانما يحدث في الاعماق يمكن ان يحدث في الافاق. امتى بقى المشكله دي تحدث؟ برضه رابيد اسنت، رابيد اسنت، بس اسمع الكلمتين الجايين، في ان بريشرايزد ايروبلين. يعني ليه احنا ما بتحصلش معانا في الطيارات التجاريه حتى وانها بتطلع بسرعه اللي بنركبها الكوميرشال طيارات الركاب؟ لانه هم مظبطين الضغط، احنا مالناش دعوه بالضغط اللي بره خالص. بنقعد عند السي ليفل واحد، نطلع ارتفاع 30,000 قدم واحد برضو الضغط في الطياره كميه هي لو. فده اللي بيحصل. طيب ناخد مشكله ثانيه خالص يا اولاد، السكوبا دايفنج بقى. سكوبا ده اختصار سيلف كونتيننج اندر ووتر بريذنج ابريتس.
اللي هو الناس اللي لابسه اسطوانات اكسجين تنزل تغطس. عندنا بقى في راس محمد واحد من احسن اماكن الغطس في العالم، احسن من بتاع استراليا، وعندنا في دهب حتى البلو هول رهيبه. بس انا ما اعملش طبعا السكوبا دي، ماليش دعوه بيها، انا سنوركينج بس، اللي هو بتاع الواحد يلبس له نظاره كده ويتفرج، ده اقصى بقى لازم على سطح الماي. العبط ده ما عملوش. نيجي السكوبا دايفنج اللي بيحبها الاجانب جدا، وقلنا سكوبا ده اختصار سيلف كونتيننج اندر ووتر بريذنج ابريتس. فكره كده الاتي، ان انت حضرتك لابس الاسطوانه دي، الاسطوانه دي فيها ضغط عالي صح؟ فأهم حاجه لما بينزلوك ان انت اللانج متصله بالاسطوانه اللي على ظهرك، فالاسطوانه الضغط فيها عالي مفيش مشكله، الضغط الواقع على صدرك برضه عالي، فدي موازنه دي. يبقى لما بلبس الاسطوانه، بس بص لي عشان تفهم، الاسطوانه على ظهري اهو في الخراطيم كده والماسك، الاسطوانه الضغط فيها عالي، فالضغط في الرئه المتصله بيها عالي، بس انا لما بغطس الميه عامله ضغط عالي من بره، يبقى الاسطوانه عامله ضغط عالي في الرئه، الرئه متصله بالانابيب بالاسطوانه الضغط فيها عالي، بس الضغط العالي بره بتاع الميه دي معادله دي. فالاول يقول لك بص هنديك درس، الاول الدرس ده تقعد، انا حضرته بس ما عملتش العمله دي، تطلع منه بكلمه واحده بس، under no condition، تحت اي ظرف اوعى لما تغطس تتخض وتطلع بسرعه. ليه بقى؟ لان لو حضرتك طلعت بسرعه يبقى بدل ما كنت محوط بميه ضغطها عالي، معادله ضغط العالي اللي في اللنج بسبب اتصالها بالانابيب اللي ورا اللي ضغطها عالي، لو حضرتك طلعت بسرعه بقيت محوط بضغط جوي، الضغط قليل، يبقى جوه اللنج عالي، وفجأة بدل ما كنت انت محوط بضغط مية عالي بقيت محوط بضغط هواء قليل، ففجأة الرئة تنتفخ ويحصل رابشر اوف بالمونري فيسلز، ويحصل فيتال اير امبوليزم. فيتال اير امبوليزم، تعال بقى اوريها لك على الرسمة عشان تفهم. يبقى حضرتك الضغط في الرئة عالي، ليه عالي؟ افهم، لانها تتصل بالانابيب اللي فيها ضغط الغاز عالي. طب ليه مفيش مشكله وانا تحت الميه؟ لان الضغط عالي جوه الرئه، بس من بره في ضغط عالي كمان بتاع الميه. لو حضرتك بزخت من فوق سطح البحر اتخضيت وطلعت بسرعه، ده سطح البحر، بدل ما انت محاط بميه هنا بقيت محاط بهواء هنا، فالضغط قالي، يبقى الضغط جوه عالي وهنا قليل، فبيحصل اتساع مفاجئ في الشست كيج، اتساع مفاجئ في القفص الصدري، اتساع مفاجئ في اللنج، رابشر اوف بالمونري فيسلز، وطبعا فيتال اير امبوليزم. وشفنا يا اولاد الفيتال اير امبوليزم دي مش عليك، فروم رابيد اسنت فروم الشالو اس 2 تو 3 ووتر، يعني الناس نزلوا 3 متر بس وشاف له بسريايه اتخض منها. ما هو في ناس هبل يا اولاد، يعني خد بالك السمك اللي انت نازل تتفرج عليه ده بكونديشند، هو متعود ان لما حد بينزل بيرمي له اكل، ما هم عشان يفرجونا السمك ده بيرموا له اكل، فالسمك يجي الملون ده نتفرج عليه. الشخص الاهبل ده اللي غطس فاكر لما هينزل ان السمك هيمشي هو هيعوم وراه، مش فاهم ان اول ما ينزل لقى السمك كله جاي عليه، مع انه سمك قد كده، لما لقى السمك كله جاي عليه عمل ايه بقى؟ عمل مصيبه. شوف عمل ايه، هولز هيز بريس، ودي حاجه طبيعيه، الواحد لما يتخض يروح ماسك نفسه، الضغط جوه عالي، وراح طالع بسرعه جدا، بدل ما هو محوط بميه ضغطها عالي بقى محوط بهواء ملوش ضغط وجوه عالي، اتفرقدت الشست، انفجر البلموناري فيسلز، وتوفاها الله من ايه؟ 3 متر فروم الشالو اس ديبث اوف 3 مترز. احكي لكم قصه عشان يعني للمزاح، مره كنت بحضر فيلم الجوز 2، عارفوا الافلام المشهوره دي بتاعت فك المفترس، وبعدين قاعد جنبي اتنين ما عندهمش فكرة عن حاجة، وبعدين الراجل نزل فبيعوم لقى سمكة القرش جاي عليه، فطبعا ايه عمل ايه؟ هو من الخضة وهو لابس الانابيب دي، ضغط جوه عالي جوه، راح ماسك نفسه وطلع بسرعة، فبدل ما هو محوط بمية ضغطها عالي معادل ضغط الانبوبة اللي متصل بيها الرئة اللي عالي جوه،
بقى محوط بدل ما بميه ضغطها عالي بقى محوط بهواء ضغطه قليل، والضغط جوه الرئه عالي ليه؟ بسبب الانبوبه المتصل بيها الضغط فيها عالي، اتفتح فجاه يعني انتفخ فجاه الشيست كيج واللانجز، انفجرت بالمونري ويسلز وطبعا مات، ولقينا دم نازل من بقه كده في الفيلم يعني. فلقيت الاثنين الهبل اللي جنبي عمال يقولوا عضيته. ايه اهبل، هي ما جاتش جنبه، هو مسك نفسه من الخضه قبل وهي جاله، فيعني مسك نفسه على ضغط عالي جوه، معدله ضغط الميه، وراح طالع بسرعه فبزغ من تحت سطح الميه، بدل ما هو محوط بميه ضغطها عالي بقى محوط بهواء ضغطه قليل، فحصل اتساع مفاجئ في الشيست كيج في اللانجز، انفجرت البلمونري فيسلز، فيتال اير امبوليزم. من ناس ايه غطس ما نزلش غير 3 متر ضيع نفسه، كما كارثه. طيب مره اخرى يا اولاد، انما يحدث في الاعماق يمكن ان يحدث في الافاق. طب دي ازاي تحصل؟ هنا بقى في الطياره بتاعت الركاب اللي حضرتك وحضرتك والعبد اللي راكبينها، احنا قاعدين هم ضابطين الضغط واحد، في جهازين يضبط الضغط، ما لناش دعوه بالضغط اللي بره، بره ما فيش اي ضغط يسكر على ارتفاع 30,000 قدم، بس احنا قاعدين في الطياره الضغط واحد. حصل عمليه ارهابيه فجروا الطياره، اكسبلوجن، فتحت الطياره فجاه، فالهواء تسرب لجوه الطياره، فالضغط ضاع لجوه الطياره، فالرئه كان جواها هواء بضغط واحد، وبره فجاه ما فيش ضغط لان تم فقدان الهواء والضغط بسبب ان الطياره اتفتحت بسبب الانفجار، فكلنا تشيست وول بتاعها يروح مفروض، فجاه البلمونري فيسلز تنفجر، يسموها اكسبلوسيف يعني انفجار، اكسبلوسيف اير امبوليزم. دي تحصل فين بقى؟ لو حصل سادن لوس اوف بريشر، فقدان للضغط في الكابن بريشر في الايروبلين، في الكابينه اللي احنا قاعدين فيها في الايروبلين اللي هي مظبوط فيها الضغط، اتفقد الضغط فجاه، فالتشيست كيج بتاعنا وعليه اللنج تتسع فجاه، تنفجر البلمونري فيسلز ويحصل بلمونري امبوليزم. يبقى ما يحدث في الاعماق انك انت في السكوبا دايفنج، لو اهم حاجه مهما جاء عليك السمك ما تتخضش. طب واحد يقول لي طب اعمل ايه؟ لو عاوز تطلع برضو مخضوض شويه، تروح شايل الجهاز ده من على بقك، طلع الضغط العالي وتطلع بالراحه كده، الضغط عمال يقل يقل يقل، ما يتسعش الاتساع اللي يؤدي الانفجار. لو عاوز تسمع الكلام ده بسمعه مره اخرى عشان عاوز اخلص كميه كبيره يا اولاد. ده مشكله الاعماق. نيجي عندنا شويه مواضيع صغيره عشان ننهي الريسبريشن النهارده باذن الله. ماسكولار اكسرسايز، ده سؤال نظري، ايه هو تاثير الماسكولار اكسرسايز على النفس على الريسبريشن؟ انا اتصور ان انت من غير ما تبقى مذاكر الماسكولار اكسرسايز هتزود الريسبريشن، الواحد لما بيجري نفسه بيزيد. الاكسجين كونسامشن صدق ولا تصدق ممكن يزيد up to 20 times 20 مرة. طيب لكام سبب؟ لسبع أسباب. تصور السؤال ده فيهوش ولا حاجة جديدة، هنراجع اللي عارفينه قبل كده. لكام سبب هيزيد النفس؟ وطبعا زيادة النفس دي هتزود ايه يا ولاد؟ يعني لما الأكسجين كونسامشن زاد 20 مرة بسبب زيادة الفنتليشن والديفيوجن، واحد يقول لي ازاي الديفيوجن بيزيد؟ مش انت اما بتنهج الرئه بتتسع فالاريا بتزيد والثيكنس بيقل، بالونه لما تنفخها اللي هي الرئه الاريا تزيد والرفع بتاعها يقل الثيكنس، والاثنين دول يزودوا الريت اوف ديفيوجن. وطبعا لما بتجري في دم اكتر بيجي للرئه فبيزيد البرفيوجن. يعني انا عاوز اقول لكم حاجه حلوه يا اولاد، عمليه التنفس ثلاث حاجات، اجيب هواء ده فنتليشن، الهارت يبعت دم ده بيرفيوجن، ويحدث ما بينهم تبادل ده ديفيوجن. يعني تبادل غازات يحتاج ثلاث عمليات، تجيب هواء فنتليشن تهويه، الجهاز الدوري يبعت دم بيرفيوجن، وبعدين ما بينهم يحدث ديفيوجن. صور في الاكسرسايز من روعه الخلق والخالق، تاتا بيزيدوا، بيزيد الفنتليشن الرئه بتشعر اكتر، الهارت بيبعت دم اكتر بيزيد البرفيوجن، والرئه لما بتتسع الاريا بتزيد والثيكنس يقل، فده بيزود الريت اوف ديفيوجن. احنا بقى هنركز انا بتنفس اكتر، موضوعنا ريسبيشن، لكام سبب؟ سبع اسباب. انا بقسمهم بطريقه حلوه مع شق مثل عشق النظام،
2 2 2 1 يعني ناخد كل 2 مع بعض وبعدين هتفضل واحده لوحدها من السبع. اول 2 غير في الكيمستري اوف بلاد. الواحد يقول لي انا لما بعمل اكسرسايز بستهلك اكسجين فالبريشر اوف اكسجين بيقل وبينتج ثاني اكسيد الكربون فالبريشر اوف كربون دايوكسيد بيزيد ودول بيستيميليت الريسبريشن. ده الطالب العادي. بس انا قلت يا اولاد هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. الاوائل ما يقولوش كده، يقولوا ان في اللايت والمودريت اكسرسايز معدل استخدام الاكسجين يعادل معدل تدفقه، فالبريشر اوف اكسجين ثابت. معدل البرودكشن اوف كربون دايوكسيد يعادل معدل التخلص منه، فالبريشر ثابت. يبقى في اللايت والمودريت اكسرسايز ان تشينجد، مفيش تغير في البلاد جاسز في الاكسرسايز الخفيف او المودريت، فقط في السيفير سستيند اكسرسايز. ليه بقى؟ لانه بيتكون لاكتيك اسيد، المصري بيطلع لاكتيك اسيد من الانيروبيك ميتابوليزم اسيدوزس، والاسيدوزس الاسيدوزس بيستيميليت الريسبريشن. حتى عاوز تعرف ازاي الهيدروجين اين يا اولاد للاوائل ما كانش بيشتغل على السنترال كيمو ريسبتورز لانه كان نوت كروس البلاد برين بارير، انما كان بيشتغل على البريفيرال كيمو ريسبتور. يبقى ده ازاي تتقال البلاد جاسز للاوائل، انما الطالب العادي يقول لك اه البلاد جاسز هستهلك اوكسجين فالاوكسجين يقل والسي او 2 يزيد دول يستيميليت الريسبريشن. غلط. في اللايت والمودريت بيبقوا unchanged خالص. طيب في السيفير سستيند بيحصل لهم ايه؟ بيطلع لاكتيك اسيد وده بيستيميليت الريسبريشن عن طريق البريفيرال كيمو ريسبتور. تاني تغير في الكيمستري بلاد ان غير الاسيدوزس بيطلع نور ابينفرين وابينفرين ودول بيستيميليت الريسبيراتوري سنتر. يبقى دول التو كيميكال. ناخد 2 هاير سنترز. بص معايا السيربا كورتكس في الاثليتكس بيبقى عندهم يعني كونديشن ريفلكس، عارف ان هو هيلعب. فحتى تخيل بحب اقولها دي، الفريق القومي بتاعنا في اول مباراه باذن الله في روسيا وهم واقفين بياخدوا الصور، بس كلهم ابطال رياضيين وشايفين المدرج مليان والناس بتتابعهم في العالم كله مليارات. فالسيربرال كورتكس بيبعت امبلسز للريسبيراتوري سنتر، حاجه كونديشن رد فعل مرتبط كونديشن ريفلكس يحصل له النفس يزيد بيفور ذا بيجينينج اوف اكسرسايز. يبقى راجع محاضرات الارتيريال بلاد بريشر هتلاقي حتى الضغط والبلاد فيسل كانت بتبتدي قبل الاكسرسايز. طيب ابتدت المباراه قلنا درجه الحراره بتوصل كام؟ بيسخن اللاعب، فالسخونه بتاثر على الثيرموستات اللي موجود فين؟ قلنا كل الستات فين فاكرها، بس الثيرموستات دي مش ستات، ستات يعني منظم في الهايبوثالاموس. لما قلنا كل الستات تحت السرير، ما هو هايبوثالاموس يا اولاد يعني تحت المهاد اللي هو سرير الطفل، وقلنا في الحر الواحد بيعمل ايه؟ بينهج، حتى الواحد يقول يلهث من شده الحراره. طيب يبقى دي كمان 2. عندي 2 ريسبتورز بقى يا اولاد، البروب ريسبتورز في الماسلز اللي قلنا في الماسل والليجامنت. لما بتحرك الريسبتور بتشتغل في الجوينتس والماسل والتندونز دي بتستيميليت الريسبيراتوري سنتر. خلينا ناخد نفس اكتر. طب في ريسبتور تاني مهم قوي، انا لما بجري الفينس تيرن من تحت الفينس تيرن بيزيد، فالسنترال فينس بريشر اللي هو الرايت اترال بريشر، خلاص السنترال فينس بريشر اللي هو خليني بالايد اليمين عشان تفهم اكتر، اللي هو لما يزيد الفينس تير يزيد السنترال فينس بريشر اللي هو الرايت اترا بريشر اللي كان بيبعت اكسيتاتوري امبلس خدناها تشغل نفس وسمينا ده هاريسون ريفلكس. افتكروا كان في ممثل كده كندي مشهور اسمه هاريسون فورد، يلا فكر في الافلام اللي عملها بقولها لك المره الجايه. هاريسون ريفلكس. يبقى تو ريسبتورز بتوع الماسلز بروب ريسبتورز، ماسل ليجامنت جوينتس، هم مش في الماسل بس للاوائل، ماسل ليجامنت جوينتس. وبعدين لما انا بجري الدم الراجع للقلب الفينس تيرن يزيد، فالبريشر في الرايت اترم يزيد، الرايت اتر بريشر، فيبعت اكسيتاتوري امبلس عن طريق الفيجاس استيميليت النفس، ده اسمه هاريسون ريفلكس. يبقى خلصنا 6. ودينا دم محمل باوكسجين كتير الانسجه. هناك عند الانسجه بقى يحصل الحاجه 7 الرائعه
ان الاكسيدن ديشيشن كير بسبب الاكسرسايز بيزود اربع حاجات: بيزود برودكشن اوف كاربون دايوكسيد، بيزود التمبرتشر مسخن، بيزود الدي بي جي، بيخلي الوصف مور اسيدك. كل دول بيغيروا شكل الهيموجلوبين، يخلوه يسيب اوكسجين، يديكريز الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين للانسجه اللي عاوزه اوكسجين. يعني شيفت كيرتو ده ايه يا اولاد؟ قلناها المره 20 ناحيه الحلوه، احنا اهل اليمين، تو ذا رايت، ديكريز ذا افينيتي ان الهيموجلوبين يدي ده يسموه الاكسجين كيرف شيفت ده رايت، ديكريز ذا افينيتي انلودنج اللي هي ديكريز ذا افينيتي تعادل ايه بقى يا اولاد؟ انكريزد بي 50. ادي الاجابه المزيفه للسؤال: ما هو الايفكت اوف اكسرسايز على ريسبيريشن؟ ما تبداش كده يعني من الدار للنار، الاول تقول المقدمه اللي هي باللون الاحمر. الاوائل بقى الاجابه بتبقى متميزه كده، يقول لك الاوكسجين كونسامشن هيزيد 20 تايمز. واي؟ بسبب زياده العمليات الثلاث: الفنتيليشن والبرفيوجن بتاع الكاردوفاسكولار والتبادل ما بينهم اللي هو الديفيوجن. طب ليه زاد الفنتيليشن؟ يقول لنا ليه سبع اسباب بقى، انا هركز في الريسبيريشن. تغير الكيمستري بتاعت البلد، مش هقولها تاني بالتفصيل، هقول بس النقاط: هيزيد البلاد جاسز ويزيد النور ابينفرين والابينفرين، وتبقى فاهم البلاد جاسز قدها ازاي، مش هعيد تاني التفصيلات. وبعدين اثنين هاير سنترز قبل المباراه: السيريبرال كورتكس كونديشن ريفلكس، رد الفعل مشروط، بسميها هيبة المباراة، نحن بنتصور وهتبتدي مباراة بيراقبها عشرات الالاف في الملعب ومليارات في الدنيا. تبتدي النفس يزيد في الاتلتكس بسبب امبلس جاي من السريبرال كورتكس. طب بلعب بجري، الميتابوليزم زاد، انكريز ميتابوليزم، انكريز هيت برودكشن، يشغل الثيرموستات في الهايبوثالاموس يستيميليت ريسبريشن، وكلنا يعلم اننا نلهث من شدة الحر. يبقى الاثنين كمان. وبعدين تو ريسبتورز اللي هم البروبريسبتورز ماسل ليجامنت جوينتس والايترا ريسبتور، لما يزيد الفينس تير يزيد السنترال فينس بريشر، تبعت اكسيتاتوري امبلس زود نفس هارسون ريفلكس. طيب رحنا بالست حاجات دي ودينا دم كتير محمل باوكسجين كتير على الانسجه بقى، ان يسيب اكتر ذا كيرف الشيفت للناحيه الحلوه اللي هي الرايت بسبب الاربع حاجات تقولهم، فاكرينهم؟ زياده البرودكشن اوف كاربون دايوكسيد، زياده التمبريتشر، زياده الهيدروجين اين كونسنتريشن، وزياده الدي بي جي. اربع زيادات فاكرينهم؟ كنا بنقول الزيادات تقلل الافينيتي، حتى الكونتراست كان بيخلينا نحفظ الزياده. اربع حاجات لما تزيد، اربع حاجات لما تزيد، السي تو برودكشن بيزيد، التمبريتشر بتزيد، الهيدروجين اين بيزيد، بيكسر الجلوكوز بينتج دي بي جي بيزيد، دول بيقللوا الافينيتي. انلودنج شيفت تو ذا رايت، لكن مين اللي بقى بنقولها الصعبه؟ زياده البي 50. طيب نيجي اللوحه ما قبل الاخيره، اولا فاضل حاجات بسيطه خالص، احنا عايزين نخلص النهارده ريسبريشن كفايه كده عشان يبقى عندنا باذن الله السيركوليشن فقط، تسلف كم محاضره اللي فاضلين. دلوقتي شويه تعبيرات هتسالها الناس اللي كانوا بيسالوا على العملي، بتسالوها في العملي كتير قوي. كلمه بينيا في اللغه يعني نفس، بينيا يعني نفس، فلما اقول ايو يعني نورمال، ايو بينيا يعني نورمال بريدنج. حلو، ايو بينيا نورمال بريدنج. طيب لما اقول حتى ايو ثايرويد يعني الثايرويد بتاعتك طبيعيه. أبنيا ايه يعني نو؟ يبقى نو بريدنج. طيب هايبريبنيا زياده في الدبث اوف بريدنج، يعني بتوسع الشست اكتر، يبقى ده زياده في الدبث. انما تاكيبنيا، تاكي يعني سريع، زياده في الريت، يبقى رابيد ريسبريشن. الاثنين مع بعض انك تزود الدبث وتزود الريت يسموها هايبرفنتيليشن. يبقى هايبرفنتيليشن تهويه اكتر بسبب ايه بقى؟ خليك ذكي، بسبب زياده ال ريت تاكيبنيا سرعه اكتر، زياده الدبث هايبريبنيا، هايبريبنيا زياده الدبث، تاكيبنيا زياده الريت، الاثنين مع بعض هايبر فنتليشن. طب ديسنيا، وهنا البي سايلنت يا اولاد ما تنطقش، يعني ما نقولش ديسبينيا، مش عاوز العبط ده، ديسنيا كان ما فيش بي،
ديس في اللغة يعني difficult, difficult breathing يعني مش عارف يتنفس, زي ما أقولك إيه ديسفيجيا صعوبة في البلع, ديسنيا صعوبة في النفس. طيب أورثوبنيا, أورث يعني مستقيم, يعني الواحد لما 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 ينام في الوضع المستقيم بيجيله نهجان, ديسنيا اون لاينج ستريت أورثوبنيا. وبقولها لكم حتى في في فقره المعلومات العامه انه في الـ في كل الاديان بينقسموا الى طوائف, ففي المسيحيه في ثلاث طوائف. الطائفه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه او في الشرق عموما اسمها الأرثوذكس, وفي البروتستانت اللي هم المعترضين, وفي الكاثوليك. عارفين كلمه أورث جايه منين اهي؟ لان هم بيعتقدوا, ما هو كل طائفه بتعتقد ان هي عندها الايمان الصحيح وان الطائف الاخرى لا مش مظبوطين زيهم, ومن هنا جاي الأرثوذكس. أورث يعني صحيح, صحيح مستقيم, ودوكس يعني ايمان, ايمانهم مستقيم. فافتكر كلمه أورثو يعني مستقيم, لما تنام عدل في السرير يجي لك نهجان, تقعد في السرير النهجان يروح, يسموا دي في الطب أورثوبنيا. طب بيريوديك بريدنج يعني alternation between apnea and hyperventilation, شويه شفناها في البرايمري hyperventilation في الهاي التيتيود, انك انت تنفس كتير شويه فتوش السي او 2 فتقف شويه, يسموها بيريوديك بريدنج. دي في العملي مهمه قوي تبقوا عارفينها يا اولاد. تاني نقولها, يبقى المقطع الاول هو المهم, بينيا يعني بريدنج, ايو نورمال, يوبنيا نورمال بريدنج, ايه يعني نو, ابنيا نو بريدنج, هايبر يعني حاجه كبيره زياده في الدبث, ديب بريدنج, تاكي يعني سريعه, تاكيبني يعني حاجه في الريت, رابيد بريدنج, تزود الدبث والريت يسموها هايبر فنتيليشن. طب ديس يعني ديفيكالت, ديس نيا وهنا البي سايلنت, ديفيكالت بريدنج. أورثوبنيا يعني ديفيكالت بريدنج لما تبقى أورث, أورث يعني وضعك مستقيم, زي ما قلنا أورثوذكس بيعتقد ان هم اصحاب الايمان المستقيم او الصحيح. طيب بيريوديك بريدنج يعني alternation between apnea and hyperventilation. نيجي بقى موضوع مهم في الطب يا اولاد اسمه ديسنيا, اللي هي الناس اللي بتنهج. خد بالك من نعمة الله على الانسان ان احنا في حاجتين يعني نوعان, يوجد نوعان من العضلات تتحرك في في جسدك ولا تدري عنهم شيء, عضلة لا إرادية وهي عضلة القلب ومفروض ما تحسش انت ان قلبك بيضرب, وعضلة إرادية, إرادية وهي عضلات التنفس, عضلات التنفس وانت ما تحسش بيها. طيب لو الفنتيليشن بقى الضعف, يعني بدل ما حضرتك بتتنفس 6 لتر, احنا قلنا نص لتر في النفس 12 مره في الدقيقه يبقى 6 لتر, بقى الضعف بقيت تاخد 12 لتر, تبقى اوير يعني واخد بالك انك تنفس بس مش متضايق, زي ما تطلع السلم كده دور ولا دورين بسرعه, اول ما تقعد انت الوحيد اللي واخد بالك من النفس بس مش متضايق. لو النفس بقى تريبلد يعني زاد لثلاث اضعاف, الفنتيليشن تضاعف لثلاثه, تبتدي تبقى متضايق من النفس, يعني مش بس اوير وعندك شورتنس اوف بريث. حتى بيعجبني تعبير شورتنس اوف بريث في تعريف الديسنيا, لان الواحد بيحس يقول لك ايه, حتى الناس بتتكلم بالفطره صح, يقول لك الواحد نفسه اتقطع. يعني ايه اتقطع؟ كان نفسه يكمل النفس وحس النفس اتقطع, في تعريف رائع. يبقى مش عاوزك تقول ديسنيا ديفيكالت بريذنج, ده قلناه قبل كده حاجه يعني مش صح قوي, لان انا لو خنقتك هيبقى في صعوبه في النفس وده مش ديسنيا. انما ديسنيا لازم كلمتين, انك اوير واخد بالك وحاسس ان الانفاس مقطوعه, اوف شورتنس اوف بريث, اوير اويرنس اوف شورتنس اوف بريث للاوائل. تحصل امتى دي؟ اوير بس من غير ما تحس ان نفسك مقطوع لو كان دبل, اف تريبلت. طيب نيجي حاجة اسمها ديسنيك اندكس, معامل النهجان يا اولاد. ايه بقى معامل النهجان دي؟ احنا بنقسم البريدنج ريزيرف, احتياطي التنفس, خدناها قبل كده, على الماكسيمم فولنتري فنتيليشن, الماكسيمم فولنتري فنتيليشن. فاكرين كنا قلنا الماكسيمم فولنتري فنتيليشن
respiration. لو تنفست بأعمق ما يمكن وأسرع ما يمكن لمدة ربع دقيقة وضربنا نتيجة في أربعة. وليه حتى كنا قلنا ربع دقيقة؟ بعدها لك تاني، لأنه ما حدش يقدر يتنفس بأعمق وأسرع ما يمكن دقيقة كاملة، يتعب ويفقد كميات رهيبة من CO2 فيجيله الكالوزيس، والألكالوزيس يتنقص الكالسيوم يجيله تشنج. ففي الماكسيمم فولانتري فنتليشن بنخلي عن يعمل ماكسيمم، يعني يوزنج ذا ديبست اند فاستست، ديبست اند فاستست بات ايفورت فور كوارتر اوف ا مينيت، فور 15 سكند، واحنا نضرب في اربعه. لما قلنا نورمال بناخد 6 لتر، الفيميل اللي هي عضلاتها ضعيفه لو عملت الماكسيمم فولانتري فنتليشن عشان تعرف قد ايه ربنا الكاباسيتي تاخد من 6 لتر 10 20 ضعف 60 ل 120 لتر في الدقيقه، ده الماكسيمم فولانتري فنتليشن. الميل طبعا عضلاته اقوى ياخد 80 ل 160 ده الماكسيمم. طيب يبقى سبحان الله. طب عشان ناخد عدد سهل في الحساب تعال ناخد عدد 100، يعني كله في قلب بعضه كده الماكسيمم فولانتري فنتليشن 100 لتر. طب انا نورمالي باخد كام وانا قاعد مهذب كده؟ 6 لتر، نص لتر 12 مره يبقى 6 لتر. يبقى الريزيرف عندي كام؟ الجهاز مصنع يقدر ياخد 100 لتر. ده انا خدت يعني اللو ليفل، ده احنا قلنا الفيميل 60 ل 120 والميل لحد 160 80 ل 160 لتر في الدقيقه، انما انا خليني 100. يبقى انا ديورنج وانا مهذب كده باخد 6 لتر. ده الريسبيراتوري مينيت فوليوم. لكن اقدر اخد كام؟ 100. يبقى عندي احتياطي كامل بريدنج ريزيرف باخد 6 واقدر اخد 100، يبقى عندي احتياط 94. يبقى البريدنج ريزيرف ده يا اولاد يساوي ايه؟ هكتبها لكم. يبقى البريدنج ريزيرف ده عباره عن الماكسيمم فولانتري فنتليشن ناقص الريسبيراتوري مينيت فوليوم، اللي هو قلنا لما بدون مجامله 100 ناقص 6 تبقى ب 94 على الماكسيمم فولانتري فنتليشن اللي هو 100. اهي بص اهي النسبه كتبتها قصادك اهي هوريها لك اهو. يبقى الديسنيك اندكس هي نسبه بين الريزيرف البريدنج ريزيرف والماكسيمم فولانتري فنتليشن. بريدنج ريزيرف جبناه ازاي؟ الفرق بين اللي باخده ديورنج ريست اللي هو الريسبيراتوري مينيت فوليوم 6 لتر واللي اقدر اخده 100 لتر بدون مبالغه حتى. يبقى البريدنج ريزيرف عندي 100 ناقص 6 ب 94 على الماكسيمم فولانتري فنتليشن على 100، يبقى لازم النسبه دي في الشخص الطبيعي تطلع اكتر من 90%. فاهم ليه؟ لان الريزيرف اكتر من 90%. الريزيرف 94 ف 94 من 100 تبقى اكتر من 90%. اما لو حضرتك عندك ديسنيا نهجان يبقى هتعمل ايه؟ يبقى بتاخد كتير. خلاص لما تاخد كتير انك بتنهج يبقى اللي فاضل لك ريزيرف هيحصل له ايه؟ هيقل. يبقى الديسنيك اندكس في هذه الحاله اهو الديسنيك اندكس هيقل. يبقى مفهومه. يبقى اللي بينهج بياخد كتير فريزيرف اللي فاضل له ريزيرف يقل، فالنسبه ما بين الريزيرف والماكسيمم فولانتري فنتليشن تقل، اللي هي يسموها ديسنيك اندكس معامل النهجان، تبقى اقل من 70%. ايه الكلام ده؟ تحفظه صم للعملي، للناس اللي كانت بتسال العملي. يبقى الديسنيك اندكس هي نسبه ما بين البريدنج ريزيرف والماكسيمم فولانتري فنتليشن. وقلنا نجيب ازاي البريدنج ريزيرف؟ الفرق بين الماكسيمم واللي باخده فعلا اللي هو الريسبيراتوري مينيت فوليوم، ماكسيمم فولانتري فنتليشن ناقص الريسبيراتوري مينيت فوليوم. نورمالي الريزيرف 94 من المية يبقى أكتر من 90%. لو أنا بنهج هاخد كتير يبقى اللي فاضل لي ريزيرف قليل، يبقى اللي فوق قل يبقى النسبة تبقى أقل من 70%. يبقى نورمالي النسبة دي فوق 90%، لو أقل من 70 يبقى عندي ديسنيا. طيب تايبس أند كوزيس أوف ديسنيا، أسباب الديسنيا. تعال قول
يعني اسباب الديسنيا في اهم سببين، في ريسبيراتوري وفي كاردياك كوز. لو انت طالب ذكي، عمليه التنفس عباره عن كام حاجه يا اولاد؟ قلنا ثلاثه: اجيب هواء فنتيليشن، واجيب دم بيرفيوجن، وتبادل ما بينهم يبقى ديفيوجن. يبقى اي ديفكت في العمليه من الثلاثه دول، في الفنتيليشن اللي هو انا رئه تجيب هواء، او البيرفيوجن الهارت يبعت دم ويحصل ما بينهم ديفيوجن، هيؤدي الى ديسنيا. طب الديفكت في الفنتيليشن سببه ايه؟ قلنا امراض الرئه نوعان. لو المرض بيختص بالشعب، في ضيق في الشعب، تبقى اوستراكتد لانج ديزيز، في اوستراكشن. في الاكيوت فورم خدنا احسن مثال برونكال اثما، الربو الشعبي. في الكرونيك فورم احسن مثال خدناه الانفيزيما، اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديس اوردر، سي او بي دي يسموه في امريكا. او ممكن يبقى لا، الشعب زي الفل اهو، بس في وان لانج اوت اوف فانكشن، مش شغاله، يبقى يسموه ريستريكتيف لانج ديزيز. يبقى اسباب الريسبيراتوري ديسنيا الديفكت في حاجه من ثلاثه: فنتيليشن، ديفيوجن، بيرفيوجن. والديفكت في الفنتيليشن يا اوبستراكتيف او ريستريكتيف. عمرك سمعت انا عنده القلب، القلب وبينك؟ اه طبعا، في مرضين في القلب مشهورين جدا يا اولاد يخلوا الواحد ينهك. مفروض افهم معايا، الدم بعد ما يحصل له اكسجينيشن في الرئه هيروح للليفت اتريوم، ويعدي من المايترال فالف، يروح للليفت فنتكل، يوزعه على الانسجه. فلو ان عندي مايترال ستينوزيس، ضيق في الصمام الميترالي، او ليفت سايدد هارت فيلير، هبوط في الناحيه اليسرى من القلب، في هاتين الحالتين، سواء المايترال فالف ضيق او الليفت فينتكل في فيلينج، مش قادر يستقبل الكميه الواجبه من الدم، مش ما بيستقبلش خالص، فيلير يعني يستقبل كميه اقل من المفروض، لان لو ما بيستقبلش خالص تموت. ففي عيانين مشهورين في القلب عندهم نهجان: عيان ضيق الصمام الميترالي، وعيان الليفت سايد هارت فيلر، لان في هاتين الحالتين مش قادر يستقبل كل الدم اللي حصل له اكسجينيشن في الرئه، فالدم يقعد جزء منه في الرئه، يبقى يحصل بالمونري كونجيشن، احتقاد الرئه بالدم، اللي ممكن تتطور لألعن بالمونري إديمة. تشغل انهي ريسبتور بقى؟ مين الريسبتور اللي كان بيمونيتور؟ قلناه بيقيس كمية الدم في الالفيولاي، وعش كده ربنا كمية الدم في الكابيلاري كان اسمه جاكستا، يعني بجوار بالمونري كابيلاري سيبتو، وسميناه جي ريسبتو. فده كان بيخلي النفس شالو اندرابيد، يعني ديسنيا. ده الكاردياك كوز اوف ديسنيا. في سببين تانيين في معظم الاندر جراد ما بيقولهمش، لكن اقولهم لكم في عجاله. يبقى غير الريسبيراتوري والكاردياك، في سببين تانيين للاوائل. في جنرال كوزس اوف ديسنيا، اي مرض يا اولاد يزود البريشر اوف كربون دايكسايد وينقص البريشر اوف اوكسجين، يبقى هيستيميليت ريسبيريشن، هيدي ديسنيا. يعني يا اولاد اي مرض يزود الميتابوليزم يعمل لك ديسنيا، زي زياده افراز الغده الدرقيه بتزود الميتابوليزم، ف طلع سي او 2 كتير وتستخدم اوكسجين كتير، السي او 2 يزيد والاوكسجين يقل، يستيميليت ريسبيريشن. او زي لو واحد سخن قوي برضه هيزود ميتابوليزم، السخونه بتزود ميتابوليزم، تدي ديسنيا. ده يسموها جنرالايزد كوزس اوف ديسنيا. في نوع رابع واخير اسمه سايكوجينيك ديسنيا، يعني حاجه نفسيه. بعض الناس لو قعد في مكان مزدحم او في غرفه ضيقه ومقفله، يتصور سايكولوجيا ان الهواء ده مش كفايه، فتلاقيه ابتدى نفسه يجيله ديسنيا، اسمها سايكوجينيك او نيوروجينيك ديسنيا. عيبها ايه بقى؟ انه لما يتنفس كتير بلا معنى هيوش الكربون دايكسايد ده بلا معنى، لان هو الهواء كويس، هو يفقد سي او 2 كتير، يحصل له الكالوزيس، تنقص الكالسيوم، الاكساتابيل تزيد، يجي له تيتاني يتشنج. يبقى في اربع انواع من الديسنيا. في نوعين اساسيين عندكم في كتبكم، اللي هم ريسبيراتوري وكاردياك، ونوعين قلتهم للاوائل. اي حاجه تزود ميتابوليزم، تزود برودكشن سي او 2، تستهلك اوكسجين اس بريشر اوف سي او 2، ده هيستيميت ريسبيريشن، يدي ديسنيا. كما الهايبرثايروديزم، كما الفيفر. والنوع الرابع سايكوجينيك او نيوروجينيك، الناس اللي بتحس ان الجو مش كافي، الاكسجين مش كافي.
طيب نيجي بقى لحاجة اللي هي الأورثوبيا. في العيانين اللي عندهم كاردياك ديسنيا بالسببين اللي قلناهم دول اللي هم ليفت فينتريكولار هارت فيلير او ميترال سنوزيس، بيبقى عندهم ظاهرة الأورثوبيا اللي انا رسمها لك رسمة طريفة قوي يا اولاد. يعني العيان ده قلنا أورث، لما علمتها لكم جايه منين كلمة أورث؟ أورث يعني مستقيم. لما ينام مستقيم كده حتة واحدة يجي له ديسنيا، ديسنيا اون لاينج ستريت. ريليف يعني تضيع لما يقعد باي سيتنج بوزيشن. حتى انا رسمه هو بيقرا جريده قال يعني خلاص كده نفسه ارتع، شايف نفسه كان طالع نازل ازاي وهو لاينج ستريت كان عنده ديسنيا. حتى رسم لك رسمه لطيفه في مزاح كده صدره طالع نازل ساعه ما قعد نفسه ارتع وهو ابتدى يقرا جورنال. عاوز اعلمك حاجه، لما تعاود مريض اي في لغتنا العربيه تزوره وتلاقيه قاعد في السرير وتساله انت، يقول لك انا بنام كده يا دكتور، ما بنامش ابدا على ظهري، ما اقدرش انام لاينج ستريت كده، نفسي بيتكرش حتى يقولوها في لغتهم البسيطه، يعني بيجي لي كرشه نفس، برتاح لما اقعد. شخص العيان ده اورثوبنيا. يبقى ما هي الاورثوبنيا؟ ديسنيا اون لاينج ستريت ريليف باي سيتنج بوزيشن. اهي قصادك الرسمه حلوه، الرسمه ديفينيشن عملته رسمه، ديسنيا اون لاينج ستريت ريليف باي سيتنج بوزيشن. تحصل امتى بقى؟ في حالات الليفت سايدد هارت فيلير والميترال ستينوس. يعني ده لازم عنده مشكله في القلب. طب ليه لما بيقعد بيرتاح؟ لعديد من الاسباب، لان لما بيقعد اللان كونجيشن اللي هو كان بيشغل الجي ريسبتور بيقل، لان رجوع الدم للرئه هيبقى اصعب اجينست جرافيتي، ده بينقص الفينس ريتير وعليه ينقص اللان كونجيشن. ما هو انت قاعد الدم بيرجع عكس الجاذبيه، يبقى كمية الدم المرتجعة للرئة هتقل، يبقى الطلوع كنجيشن تقل. نما اتنين، وانت قاعد الفيسرة بتسقط للتلات، الفيسرة بتنزل، فيبقى في مكان ينزل فيه الدافرام ده، يعني بيبقى فيه free descent of diaphragm. ده حتى في الشخص الطبيعي النفس احسن وانا قاعد عن وانا نايم، لان وانا نايم الفيسرة بتدلق بتمنع free descent of diaphragm، لكن وانا قاعد الفيسرا بتسقط لتحت، ففي فري ديسنت اوف ذا فريم، وده بيزود الفايتال كاباسيتي. يبقى ده ليه هو بيرتاح لما يقعد، لان الفيروس تاني بيقل، فبيقل اللان كونجيشن اللي هو كان بيشغل الجي ريسبتور الجاك ستاب المونري كابيلاري ريسبتور. ونمره اتنين، فرصه ان الدافرام ينزل براحته والنفس يبقى مرتاح احسن، بيبقى في فري ديسنت اوف ذا فريم والفايتال كاباسيتي بتبقى اكتر. مش هعيد يا اولاد، يبقى انتوا عيدوا تاني، ان انا عاوز اخلص الريسبريشن وذين الدقائق القليلة القادمة بإذن الله. طيب نيجي للناس اللي بتسأل على عملي برضه، عشان كده معظمها فيها حاجات عملي اهي. أبنية، ده من الأسئلة المهمة في العمل، وطبعا بتسألوها كتير في النظري برضه، بس يعني هي مساحة مشتركة بالاثنين. أبنية قلنا بنية يعني بريذنج نفس، أبنية يعني no breathing absence of spontaneous breathing. طبعا في هيسألك في العملي او في النظري او اذا كنت لسه ما خلصتوش شفوي، قول لي بعض الاسباب. هنا كلها حاجات تجمعات خدناها قبل كده. اول اتنين بحفظهم مع بعض، في voluntary apnea، ممكن انا اوقف voluntary وكده، cerebral cortex يبعت عن طريق الكورتيكو سباينال تراكت رايح السباينال كورد يوقف المصل بتاعت الريسبريشن، فولنتري ابنيا. طب ولسه واخدينها في الناس اللي طلعت في الهاي التيتيود حصل لها هايبر فنتليشن، برايمري ايميديت برايمري هايبر فنتليشن، عمل واش للكربون دايكسايد، حصل له الكالوزيس وقفت نفس. يبقى الابنيا اللي بتحصل بعد البرايمري الايميديت فولنتري هايبر فنتليشن في الهاي التيتيود. يبقى دول مع بعض، يبقى ابنيا بعد فولانتري ابنيا ولا بعد فولانتري هايبر فنتليشن. يعني حتى لو انت عملت فولانتري هايبر فنتليشن، عملتها فولانتري ما انتش في هاي التيتيود ولا حاجه، لازم غصب عنك بعد شويه بسبب انك عملت واش للكربون دايكسايد، نقصت كربون دايكسايد، غصب عنك في الاخر بتقف. يبقى اتنين فيهم كلمه فولانتري، في فولانتري ابنيا وأبنى اللي بتحصل بعد فولانتري
هايبرفنتيشن بسبب الوعش في CO2. طب اخد 3 و 4 مع بعض، تحب نجمع عشان تحفظهم بطريقه لطيفه. وانت بتبدع رئتك during swallowing بتوقف النفس، لكن لو خدت نفس وانت بتبلع الاكل، الاكل مش هيروح المسار الطبيعي اللي هو البلعوم والمريء، هيروح داخل على الحنجره والتراكيه، لان هيشتغل زي الفاكيوم، زي المكنسه اللي بالكهرباء. عشان كده ربنا خلى during swallowing واحنا بنبلع النفس بيبقى واقف. يبقى اكل نازل النفس يقف، اكل طالع vomiting نفس الفكره، لازم توقف النفس والا الاكل يروح. لو خدت نفس يروح الاكل داخل على الممرات الهوائيه. يبقى دول swallowing و vomiting. حفظ ده اول اتنين مع بعض، voluntary apnea و following voluntary hyperventilation مع بعض، هتعمل لك مربعين. وبعدين vomiting وعكسها swallowing. وخدنا يا اولاد ادرينالين apnea، فاكر لما قلنا لما حقنا في الكلب ادرينالين زاد الضغط، الارتيريال باروسيبتورز بعتت انهيبيتوري امبلس وقفت النفس، ادرين ابني. بعد شويه اتجمع السي او 2 ونقص الاوكسجين فشغلوا النفس بالعافيه. وقلنا ان تجربه الادرينالين ابني اللي بنعملها في الكلاب دي اثبتت ان فيه تعاون ما بين النيرفس والكيميكال ريجوليشن ريسبريشن. قالها لك ساعات ان انت حقنت ادرينالين زود الضغط بعت انهيبيتوري نيرف امبلس، اهي نيرفس عن طريق الارتيريا باروسيبتور وقفت النفس، اتجمع السي او 2 ونقص الاوكسجين شغلوا النفس. دي حاجه كيميكال، يبقى في علاقه بين النيرفس والكيميكال. ومين الاهم؟ الكيميكال هو اللي بيغلب على النيرفس. يعني حتى لو انت وقفت نفسك بنيرف امبلس من كورتكس بالعافيه كده فولنتري ابني، برضه اثبات تجربه ثانيه اهي، انا بعت نيرف امبلس بقى السي او 2 حصل له ايه؟ والاوكسجين غصب عني بعد شويه هروح واخد نفس. يبقى ده يدل ان في تعاون بين النيرفس، التجربه بدات نيرفس بانهيبيتوري امبلس جاي من السيربرال كورتكس وانتهت كيميكال بسبب تجمع السي او 2 نقص الاوكسجين. ومين الاقوى؟ الكيميكال بيغلب على النيرفس. كده قلنا هو ده البيزك ميكانيزم يا اولاد. نيجي في سليب ابنيا او في ابنيا بتاعت بيريودك بريدنج، هنجيلها دلوقتي في الصفحه الاخيره. وبعدين في سليب ابنيا دي مهمه جدا، دي اهم سليب ديس اوردرز. يعني عارف الانسان بيقضي في نومه طول عمره. كان زمان بندور على الامراض وانت صاحي، قلت له عمرك صاحي و8 ساعات نايم طول العمر نايم. النهارده في كل العالم وفي مصرنا العزيزه وفي كل الجامعات وبرايفت حاجات خاصه سليبنج سنترز، في امراض كتيره جدا هنبقى نتكلم عليها في السيكولوجي ديورينج سليب. انا عملت مره حلقه تلفزيونيه على السليب ابنيا، توقف النفس مع السليب، ده خطير جدا. تخيل ممكن يحصل 100 تايمز، يعني الناس دي يقف نفسها في اثناء النوم مئات المرات. وطبعا الكيميكال بيغلب بيخليه يشتغل تاني، يقوم مفزوح حتى، لان لما نفسه بيقف زي ما نشوف ليه بعد شويه بيتجمع السي او 2 الاوكسجين يشغله بالعافيه وممكن يصحى. وتتكرر الحكايه 100 اوف تايمز. عارف الناس دي ممكن يحصل لها ايه؟ هارت ستروك وهارت فيلر، الاثنين هارت. وبسبب نقص الاوكسجين انه نفسه بيقف مئات المرات وهو نايم يجي له هايبرتنشن ويجي له ستروك في دماغه، وبتزود الديابيتس وتزود الدبريشن. انا مش هقول دلوقتي الحلقه بتاعت سليب ابنيا، بس انا مش جاي اقرا معاكم زي بقيه الزملاء، يعني عاوز تفهم ايه اللي بنقوله ده. ده كلام مهم جدا السليب ابنيا دي. لو عندك واحد قريبك بيجي له سليب ابنيا لاحظته وهو نايم نفسه بيقف وبعد شويه يشتغل، لازم تنبهه لذلك، لازم نعالجه، لان دي ممكن تجيب له هارت فيلير، هارت اتاك، تجيب له ستروك في دماغه، تجيب له هايبرتنشن، تجيب له ديابيتس، تجيب له ديبريشن، ايفن تجيب له هيدك. هيدك ممكن الهيدك يبقى ناتج من السليب ابنيا. ايه سبب السليب ابنيا؟ decrease sensitivity of respiratory center to pressure of carbon dioxide. في انواع منها، في نوعين اساسيين، يوجد نوعان اساسيان، سنترال بسبب ان نقص الريسبيراتوري درايف اوف ريسبيريشن. هو يقول لي مين بقى هو الريسبيراتوري درايف اوف ريسبيريشن؟ فاكرها لما يسالك مين اللي بيشغل نفس اساسا؟ الكربون دايكسايد على السنترال كيمو سيبر، اتنين بحرف سي،
ان الريسبيراتوري سنتر لم تعد حساسه انف للكربون دايكسايد. هو ده الريسبيراتوري درايف. ده سؤال داخل سؤال، مين الريسبيراتوري درايف؟ مين اللي بيشغل نفس؟ 80% من النفس بسبب الكربون دايكسايد بحرف السي على السنترال كيمو ريسبتور بحرف السي. النوع الثاني اوبستراكتيف، ان هي الناس اللي عندها ابر اير واي اوبستراكشن، ناس تخان. كنت قلت في 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 في, في الحلقه ان الناس اللي عندها النك بتاعتهم رقبتهم تخينه اكتر من 17 انش في الرجاله و16 انش في الستات بيبقوا عرضه ان يجي لهم، عارف، وتبتدي حتى ان يشخر الاول وبعد شويه النفس يقف. وطبعا اكتر في الناس الاوبيس اللي هم تخان، ده الاسره. دول نوعين الاساسيين. في نوع ثالث ده خاص بالاطفال بقى أولاد. يعني حتى في السليب ابنيا ما بنقولوش كنوع ثالث، بس اهو اللي هو سليبنج ابنيا اوف ا نيولي بورن، يعني بيبي مولود نفسه بيتقطع وبعدين يرجع يشتغل تاني، يتجمع السي او2 والاكسجين، لك ساعات ما يرجعش نفس تاني ويموت الطفل. تصور يعني حاجه خطيره اسمها سادن انفانت ديث سندروم، يعني بيبي مولود يجيله سليب ابنيا ممكن يموت. وساعات الام تيجي حتى تقول انا خايف اكون اتقلبت عليه وكتمت نفسه، بنقول لها مش انت يا ماما اللي قتلتيه، الام ربنا بيظبط نومها، عمرها ما تتقلب على البيبي بتاعها، ما بتحصلش. بيبقى بيلت ان في البريم بتاعها الحركات بتاعتها حتى وهي نايمه على السرير بحيث ما تجيش على البيبي ابدا. ده بيبقى بيبي رير كونديشن بيجيله سليب ابنيا، بعضهم اتس رير كونديشن يتوفاه الله. ده سؤال مهم قوي، الابنيا في العملي وفي النظر برضو اعيده انت بقى. بعدين قلت لك التقسيمات، اثنين فولنتري فوميتنج وسوالوينج، وبعدين ادرينالين ابنيا والبيريودك بريدنج والسليب ابنيا، اتكلمت عليها اكتر من اللي عليكم لاهميتها، اعتبرها فقره معلومات عامه. نيجي الاسفيكسيا الاختناق يا اولاد، ده برضو سؤال نظري وسؤال عملي. الكوزز كل حاجه احب اديها لك بطريقه سهله في الحفظ، زي ما بقول في طريقه تحفظ ومليون ينسوا. اي بي سي دي، ايه اير واي اوبستراكشن، يعني اتقفلت الممرات الهوائيه، واحد خنقك، هو ده اير واي اوبستراكشن. في حاله مشهوره ثانيه يا اولاد، ان واحد الناس اللي هي بتزلط تاكل اكله كتيره قوي، فياخد بولس اوف فود، يعني حجم الكره الاكل اللي زلطها كانت كبيره، فتقف في الاسوفيجس وتضغط على التراكيه اللي قصاد الاسوفيجس تقفلها يموت. ولما تروح متاحف الطب الشرعي في العالم هتلاقي عارضين جثث لناس واخدين يعني سيكشن في الهيدا النك، وتلاقي حته فوت كبيره قوي في الاسوفيجس ضغطت على التراكيه مات. هنقول حلها بعد شويه اللي هو الهملش مانوفر ده، لايف سيفنج. لو انت بتاكل مع واحد وبلع حاجه كتيره وهيتخنق تعمل له ايه؟ هنقولها دلوقتي حالا. يبقى ده اير واي اوبستراكشن، مش لازم واحد خنقك او انت خنقت نفسك بكره كبيره بالاكل. نمره 2 بايلاترال نيوموثوركس حرف البي، يبقى الاي اير واي اوبستراكشن، بي بايلاترال نيوموثوركس. لو واحد اداك طعنتين ستاب انجي، واحده في اليمين وواحده في الرئه الشمال، دخل هواء في الـ في الـ في الـ في, الـ في البلورا، الرئه تكولابس، ما حولهاش نيجاتيف بريشر اللي هو محتفظ بيها منتفخه، تكولابس بوث لانس تموت. كلوزد سيستم بريذنج، انا مش جاي اقرا معاك يا اولاد، في الكلام ده احسن حاجه تملي في الدول الكويسه يكتب لك على اي كيس نايلون ممنوع ان يتداوله الاطفال. ليه؟ الطفل يبقى اول اطفال يروح لابس الكيس النايلون وان فجاه كيس يموت. كلوز سيستم بريذنج ده اشهر مثال للكلوز سيستم بريذنج، اللي كيس النايلون اللي بيلبسها الاطفال. عشان كده ما يصحش تسيب كيس نايلون مع طفل، هيلبسه ما يعرفش يخلعه يموت مختنق. الاختناق دي دراونينج، الغرق. وفي نوع قلنا الواحد بيغرق في ميته، فهمها، اللي هو البالمونري إديما. في الناس اللي عندهم ليفت سايد هارت فيلير ممكن يحصل لهم بالمونري كونجيشن تتطور لبالمونري إديما، الميه اللي في البالمونري كابيلر تدخل في الالفيولاي يموت في ميته، دراونينج. 5 قلنا مين العضله الوحيده اللي هي نيسيسري فور ريسبريشن؟ ديافرام، ده فور لايف اسف، ذا اونلي فولنتري ماسل ويتش از اسينشال فور لايف، اللي هي الديافرام. فلو حصل ديافراجماتيك باراليسيس يتوفانا الله. وده سؤال في كيف تربح المليون، من هي الاونلي فولنتري ماسل، الاونلي سكيليتال ماسل ويتش از اسينشال
فور لايف الديافرام، لانها بتزود حجم تشيست 70%. نيجي الافكتس. في الاول الانسان لما بيبقى الهواء قليل الجسم بيحاول يقاوم، فبيحصل ماركت ستيميليشن اوف ريسبيراتوري افورتس، يعني الواحد بيحاول يجيب هواء هو مخنوق، حتى لو واحد خنقك بتحاول تجيب هواء، والهارت بيساعد في بريسور افكت، الرئه بتحاول تجيب دم اكتر والهارت بيحاول يبعد دم اكتر، يزود الهارت ريت ويزود الارتيريال بلاد بريشر، وهذا لا يمنع بسبب نقص الاكسجين، ده بيجيب الاسفكسيا، بتدي هايبوكسيك هايبوكسيا. لو سالك اني نوع من الهايبوكسيا، هايبوكسيك هايبوكسيا بيبقى معاه ساينوس، ادي اول ثلاثة. بعد كده يا اولاد الريسبريشن تقف الاول، ذن الكارديوفاسكولار سيستم يقل الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر ويحصل كاردياك اريست. انا بحكي قصه عشان الحاجات دي مهمه، يعني في تاملات ليه ربنا خلى النفس يقف الاول وبعدين الكارديو فاسكولار يحصل كاردياك اريست في الاخر. الاول النفس سباتري ستوب فولو باي الهارت ريت يقل ارتيريال بلاد بريشر وفي الاخر كاردياك اريست. انا فاكر راجل كان زعلان من زوجته ويعني خنقها عشان يموتها، وعلى فكرة فقرة المعلومات العامة تلت حالات قتل الزوجات بسبب الزوج، القاتل مش شخص غريب، الزوج، ده إحصائية statistics، one third من الزوجات اللي بيتقتلوا بيبقى القاتل هو الزوج. فالزوج ده مسكها خنقها وقعد خانق فيها لأنه مش دارس فيسيولوجي لحد ما نفسها وقف خلاص، قال ماتت وسابها ومشي. طبعا من ربنا خلى النفس يقف قبل الايه الهارت والارتيريال بلاد بريشر، بعد كده بينخفض واخر حاجه الهارت كاردياك اريست، النفس قبل القلب. فقلبها لسه شغال، دبت حياته في اوصالها وقامت وراحت اشتكته في البوليس وقضى يعني رطل من عمره في رطل من عمره في السجن وهي زي الفل، لانه غبي يعني ضيع نفسه وما موتهاش. لازم يعني انا طبعا مش هنصحك ازاي تموت زوجتك، لازم وانت خانقها تحط ايدك على النبض، ما تسيبش زورها غير لما النبض يقف، اوعى تعمل كده ده مزاح، بس عشان تفتكرها ان النفس بيقف قبل القلب. طيب قلنا بقى لو انت قاعد في مطعم او قاعد في البيت واحد زلط الزلطه الجامده دي، ده دي حاجه معروفه في العالم كله معلمينها لكل الناس، لان في ناس بتموت من حاجه وقفت في زوره، اسمها هاملتش مانوفر، دي لايف سيفنج ان تشوكينج، لما واحد يكون بيختلط بالاكل. انت حضرتك ادي منظر ايديك اهو عشان تبقى بقوه، حاطط ايد على ايد وتحطها تحت الزيفويد تحت اخر حته في الاسترنا وتدوس تضغط جامد جدا، ايفن بتشيل العيان وانت من كتر الضغط بتجيب العيان عليك على ورا، العيان بيتشال فبتزود جدا البريشر جوه الابدومن، فالحته دي بتلاقيها طلعت قفزت من فمه وطلعت للخارج وعادت الحياه تاني ياخد نفسه. ده مانوفر لازم كل واحد تعلمه، انت النهارده مش تسمعه معايا، تعلمه اللي معاك في البيت، لو اي واحد جاله كده ما نقعدش نضرب على ظهره والعبط ده، immediately تقوم، ده الوضع اللي هتاخده، ايديك الاول تحط ايد على ايد عشان يساندوا بعض وتجيبها تحت اخر حته في الاسترنم وتضغط بكل قوتك، مش مهم تكسر له ريب، المهم يعيش، وايبن من كتر الضغط وبتجيب العيان عليك، العيان بتبقى بترفعه من على الارض وينزل تاني، ترفعه وينزل تاني، الضغط بيزيد جدا، بتلاقي حته الاكل دي يعني نطرت لبره. اللوحه الاخيره يا جماعه، اللوحه الاخيره، بيريودك بريدنج اللي هو alternate periods of، قلنا عبارة عن تبادل ما بين أبنية توقف النفس أو وهايبريبنية وزيادة النفس، يبقى period of أبنية فترة من الأبنية يعقبها فترة من الهايبريبنية زيادة النفس يعقبها فترة من الأبنية يعقبها فترة من الأبنية، فسموها periodic breathing، period وراء period، period وراء period، سموها periodic breathing. طيب انت لو حاولت تقفل نفسك او تشغل نفسك اكتر من ينبغي في الحالتين هيجي لك هذا periodic breathing.
يعني لو عملت فولانتري هايبريبنيا نبتدي اهو فولانتري هايبريبنيا ادي اول سبب ليها فيسيولوجيكال. لو حضرتك عملت فولانتري هايبريبنيا ايه اللي بيحصل لما تعمل هايبريبنيا؟ بتواش السي او 2 فبيقل البريشر في كربون دايكسايد. هو نورمالي كام في الارتيريال بلاد؟ بيبقى 40 فهيقل ل 25. اول ما ينزل من 40 ل 25 يروح واقف النفس طبعا. زائد بس ده اقل اهميه زياده البريشر اوبشن هيزيد من 100 ل 140. يبقى ايه سبب انك لو عملت فولانتري هايبر فنتيليشن لازم يعقبها بيرد اوف ابنيا؟ لانك حضرتك بتنقص البريشر اوف كربون دايكسايد من 40 ل 15 ملم مركوري وبتزود البريشر اوكشن من 100 الى 140 فيحصل لك ابنيا. طب وانت عامل ابنيا هيحصل ايه؟ هيتجمع الكربون دايكسايد يزيد البريشر اوف كربون دايكسايد ويقل البريشر اوف اوكسجين ودول هيستيميليت الريسبريشن. طب طالب سالني يعني في سببين وقفوا النفس وفي سببين شغلوا النفس مين الاهم؟ حفظتها الاجابه بطريقه لطيفه قوي واحنا خلاص خدنا على بعض. اللي حطه بالسهم الاتقل ده اللي هو النقص يعني اللي عمل ابنيا نقص البريشر اوكشن اهم من زياده البريشر نقص اسف البريشر كربون دايكسايد اهم من زياده البريشر اوف اوكشن. طب وفي الابنيا مين اللي شغل النفس؟ نقص البريشر اوف اوكشن نقص البريشر اوف اوكسجين اهم من زياده البريشر اوف كربون دايكسايد. يعني في الحالتين يوجد مؤثران، المؤثر الأهم هو النقصان اللي أدى إلى أبنيا بعد الهايبريبنيا هو نقص البريشر اوف كاربون دايكسايد من 40 إلى 15 وبعد الأبنيا اللي أدى الهايبريبنيا هو نقص البريشر اوف اوكسجين. في أسباب فيسيولوجيكال زي بعد الفولانتري هايبر فنتيليشن او في البريماتور انفانت دورينج سليب. يعني لما بيتولد طفل بنسميهم الاطفال المبتسرين يعني طفل غير مكتمل النمو ابن 7 اشهر. الحقيقه مش جسده بس هو اللي غير مكتمل النمو. الريسبيراتوري سنتر في الطفل المبتسر غير مكتمل النمو بيبقى غير مكتمل النمو بيبقى less sensitive to carbon dioxide اللي هو primary drive. فديورينج سليب النفس بيهدى بطبيعته فتلاقي النفس وقف خالص بتاع البريماتور انفانت ده. فطبعا لما هيوقف النفس هيقل البريشر اوف كاربون دايكسايد زي ما قلنا. فلما يقل البريشر اوف كاربون دايكسايد هيشغل النفس يبقى عمل واش يعني خلاص جاب اوكسجين وقلل سي او 2 يروح واقف النفس. حتى تلاحظوا ان في امهات لاحظتهم عندهم ذكاء يعني تيجي تقول لي كانت يا دكتور البيبي ده نفسه بيقطع وهو نايم فاسالها هو بريماتور في الاغلب بيطلع بريماتور لا ما تخافيش ده لما البيبي ينضج اكثر والريسبيراتوري سنتر يبقى ناضج هتضيع هذه الظاهره. يبقى فيسيولوجيكالي البريوريك بريدنج اديناك مثلين ال after voluntary hyperventilation او after voluntary apnea والمثل الثاني في البريماتور انفانت during sleep بسبب ان الطفل غير مكتمل نمو respiratory center غير مكتمل نمو less sensitive للrespiratory drive اللي هو النورمال بريشر اوف كربون دايكسايد. طب هل في periodic breathing pathological مرضي؟ بس في الحاله دي الاوائل نسميه كاين ستوكس بريدنج عشان بعض الزملاء كانوا بيسموا البريوديك بريدنج كاين ستوكس بريدنج وهذا خطا. البريوديك بريدنج لا يطلق عليه كاين ستوكس بريدنج الا اذا كان سببه باثولوجيكال مرضي. يعني كلمه كاين ستوكس بريدنج لا تطلق الا على البريوديك بريدنج اللي هو بسبب مرض. هنا بقى فين السبب؟ يا اما ريسبيراتوري فيلير يا اما سيركيتوري فيلير. ريسبيراتوري فيلير زي البرين دامج يعني واحد عمل كار اكسيدنت وخد خبطه في راسه يعني في اثناء الحادثه خبطه في راسه عملت انهيبيشن للريسبيراتوري سنتر وقف النفس. بيحصل ايه لما يقف النفس؟ يزيد البريشر اوف كاربون دايكسايد والاهم ينقص
قلنا النقص عامل بريشر اوف اوكسجين استيميليت النفس. لما استيميليت النفس هيحصل ايه؟ الاوكسجين زاد والسي او 2 قل اللي هو البرايمري درايف اللي هو مش شغال يروح واقف النفس بعد شويه اند سو اون. يبقى ده في البريك دامج زي في الكار اكسيدنت. او في واحد خد افيون او هروين مورفين بويزن ففي حالتين ممكن يوقف النفس خالص ويموت من الجرعه كانت كبيره قوي وقف النفس ومات في اول نفس يعني النفس وقف الى ان توفى الله. لكن ممكن يدخل في موضوع يعني يوقف النفس شويه فالسي او 2 يزيد الاوكسجين ينقص يشغل نفس شويه وهكذا يدخل في بيريودك بريدنج بسبب انه واخد مخدر مورفين بويزن او سيركولاتوري فيلير يا اولاد اللي هو كونجستيف هارت فيلير لان المفروض الهارت بيبعت الدم يغذي الريسبيراتوري سنتر. فلو الهارت في حاله فيلير فكر معايا يبقى الدم اللي رايح للريسبيراتوري سنتر نوت سفيشنت انه تو ورك نورمالي انه يشتغل بصوره جيده. وبنعرفها ازاي؟ بنلاقي عنده اللانج تو برين سيركوليشن تايم طويل يعني التايم اللي بياخده الدم عشان ينتقل الدم الاكسجينيتد من اللانج للبرين اللي هو في ريسبيراتوري سنتر بياخد فتره طويله prolonged lung to brain circulation time. يبقى ده البيريودك بريدنج. يبقى يعني ايه بيريودك بريدنج؟ alternate periods يعني تناوب ما بين فتره ابنيا period of ابنيا و period of hyperventilation period of ابنيا و period of hyperventilation فسموه periodic period و period يبقى periodic. ليه اسباب كثيره فيسيولوجيكال ذكرنا منها اثنين واسباب كثيره باثولوجيكال ذكرنا منهم اثنين او الاهم طبعا اللي هم respiratory failure وسيركاتوري فيلير. وقلنا لا يطلق بقولها للزملاء مش للطلبه زملاء يعني كثيرون يقول لي periodic breathing او Kinestoke's breathing اقول له غلط. Kinestoke's breathing لا تطلق على periodic breathing الا اذا كان سببه باثولوجيكال. اخر حاجه بقى يا اولاد artificial respiration تنفس الصناعي. نبتدي بقبلة الحالية الماوث تو ماوث بريدنج اللي هي زي ما تكون في البحر وواحد غرق او لو واحدة غرق تلاقي البيتش كله داخل عاوز يعمل ماوث تو ماوث بريدنج. لو ده في الاكيوت اسفكسي له قواعد يعني هنسيبك تعمل ماوث تو ماوث ما تخافش بس تعملها صح يعني مش هي اي مبوسة. اول حاجة لازم تنظف الماوث. افرض في اعشاب من البحر هتنفخها تدخل تسد التراكيه يبقى كلين ده ماوث ده نمبر 1. وبعدين ايديك الاثنين شغالين ايدك الشمال تبقى قافله المناخير عشان مش هنفخ في بق المريض يطلع من مناخيره ما بنهزرش. يبقى الليفت هاند في المناخير اهو كده. طيب والرايت هاند تجيب المندب اللي قدام عشان الطنج ما يسقطش يقفل اللارينكس. تجيب يعني من عند الانجل تروح زائق المندب اللي قدام بالرايت هاند او مو في طريقه ثانيه تحط الابهام ده كده وتشد يبقى ديك الاثنين شغالين ايد الشمال قافله المناخير ايد اليمين شده الفك اللي قدام الامام كده يا اما من عند الانجل يا اما من هنا. وعندكم تعمل بريدنج. احنا النفس العادي كام؟ 12. طب بس انت ما بتدوش انسبايرد اير انت بتديه اكسبايرد اير بتاع حضرتك نسبه الاكسجين فيه قليله ودي عيب. نعوضها ازاي؟ ان احنا ما ننفخش 12 مره ننفخ 16 مره اللي هو الاكسجين ناقص بنسبه تقريبا الربع فاحنا نزود عدد الانفاس للربع. بس في ميزه على فكره الاكسبايرد اير ده تصور فكرت فيها ايه الميزه؟ ان هو في اوكسجين قليل بس كامل بس في ايه كتير سي او 2 والسي او 2 ده ويل ستيميليت ريسبيريشن هيستيميليت ريسبيريشن. طيب ازاي يبقى الاوبريتور اللي هو الشخص اللي بيعمل الحكايه دي تيك ديب انسبيريشن يعني ياخد نفس وبعدين ينفخ اكسبايرز انتو ذا فيكتيمز ماوث. وطبعا قلنا الميزه هنا كبينها ان الكربون دايوكسيد يستيميليت ريسبيريشن. يبقى ده الماوث تو ماوث بريزنج بنعمله في الاكيوت اسفكسيا. الاول تنظف الماوث كلين دي ماوث وبعدين ليفت هاند قافله المناخير الرايت هاند شد المندب اللي قدام فوروردز وبعدين تاخد نفس عميق
وتديله قلنا 16 نفس عشان تعوض نقص الاكشن وهو مستفيد من السي او 2 بستيميوليتد ريسبيريشن. طالب مره سالني طب يعني افرض قعدنا كده نص ساعه والشخص الغرقان ده مش راضي ياخد نفس نعمل ايه؟ انا قلت لك هو مين اللي بيقف الاول؟ الريسبيريشن بيقف قبل القلب. يبقى طالما القلب شغال لازم الارتفيشال ريسبيريشن يقعد شغال. يعني القاعدة بتقول so long as there is evidence في دليل of cardiac activity ان لسه القلب شغال artificial respiration should not be stopped. لدرجة اقول لك في جملة مش هتنساها مع حيات. يعني احد الزملاء الامريكان كتبها في كتابه ان artificial respiration should continue until either the patient or the doctor dies. يعني انت نفسك يتقطع فتموت من كتر وانت مش عارف تشغله يا هو قلب وقف. يبقى artificial respiration يشتغل لحد ما حد فيكم يتوفاه الله يا انت المريض حد فيكم قلبه يقف. هو قلبه ما وقفش تستمر artificial respiration. اخر حاجه بقى طب في الكرونيك respiratory failure يعني واحد عنده كرونيك respiratory failure مش في بحر بقى او mouth to mouth بنعمل ميكانيكال فنتيليشن بننفخ العيان نفخ متقطع intermittent يعني متقطع positive pressure حطه على breathing machine اللي هو يسموه respirometer اهو وندخله الهواء يا اما بماسك يا اما نحط له تيوب داخل التراكية استخدموها الناس بتوع الانستيجيا بتوع البنج اسمها عنده تراكية التيوب وعارف الجهاز اللي بنشوفه في الافلام ده طالع نازل بينفخه العيال يبقى intermittent positive pressure اسمها breathing machine او respiratory machine to deliver to patients. ازاي هتديله الهواء؟ عن طريق face mask تحط له ماسك على الفيس او تيوب في التراكية فيسموها اندو تراكيال تيوب. خلاص بس طبعا يعني اندو تراكيال تيوب دي لازم نبقى مخضرين العين يا اولاد لان ما حدش يطيق ان حاجة تبقى موجودة في الحنجرة انت ما بيدخل نقطة ماء في الحنجرة بالكحة تبقى هتشع تموت فلازم لو انت العين صاحي ممكن تستخدم فيس ماسك دي حاجة ليكو يعني مش حدش يسألك فيها لكن لو عاوز تحط له اندو تراكيال تيوب وهالمور افيشنت الاكثر كفاءه طب العيان مش هيطيق ان في انبوبه في التراكيه وهو صاحي يبقى لازم تسيديت العيان تنيم العيان كده يا اولاد تم بحمد الله الريسبريشن ولم يتبقى لنا الا مجموعه محاضرات في السيركوليشن للمجموعه بتوع السنه الاولى و بأرجو وبأذكركم مرة أخرى وبأشكركم مسبقا عن الناس اللي هي بتساند الأطفال من مرضى السرطان وزي ما قلت وبقول هي مساندة يعني بالنسبة لك أنت صغيرة قيمة مكالمة تليفونية أعتقد بتتكلف 5 جنيهات اللي هي ما تشتريش حاجة خالص يا أولاد ولكن قد تكون مفيدة لهؤلاء الأطفال. واحد يقول لي طب 5 جنيه تفيدهم فيه؟ ما احنا قلنا يا أولاد البحر عداده من نقاط كل واحد فينا بيحط نقطة قطرة القطرات دي بتتجمع وتفيد وقلت يا اولاد ان الدنيا السيركل فيها والتشين لا تكتمل الا بالطريقة دي. انا في ناس ساعدوني في حياتي كتير جدا وممتن ليهم شديد الامتنان فبدوري بحاول اقدم اللي عندي لمساعدة الاخرين وحضرتك تساعد الاخرين. تخيل لو كل واحد فينا بيساعد اخر شكل الحياة بقى ايه. أنا بأشكركم مسبقا لكل واحد يعني بعد هذه المحاضرة هي بنستهدف إن يكتب لي لايك هيعمل مكالمة تليفونية دي لمساندة طفل غلبان بدل ما ينعم بطفولتي وينبسط زي ما أنت بتنبسط وأنت كبير حتى ده طفل يعني ربنا أراد لي هذه التجربة القاسية وهي مرض السرطان. بأشكركم في جميع الأحوال وأشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم ولكم مني أطيب الأمنيات بالتوفيق إلى أن نلتقي قريبا بإذن الله مع السيركوليشن. شكرا.